الباستر ارفعه من يمك، انت مسوي مشاركه للباستر؟ نعم الآن نعم يمكن بالفعل. أستاذ أمجد، أعطل البوستر اليمي، ألغيه نعم دكتور، نعم الآن. واضح الآن؟ واضح، نعم تفضل. رائع، الحمد لله، جميل. في البداية يطرح العنوان بعض التساؤلات. العنوان صيغة في شكل سؤال: كيف نحلل خطابا عربيا؟ إذا هناك معنى ضمني، هو أنه يمكن أن توجد أطر تمكننا من عملية التحليل، وهذا بكل تأكيد صحيح، وسنرى أن هناك الكثير من الأطر بحسب السؤال البحثي وبحسب المدونة المدروسة لتحليل الخطاب. المسألة التي أثق أنها استلفتت انتباه بعضكم أو الكثير منكم هي إضافة كلمة عربية على العنوان. المألوف أن نقول كيف نحلل خطاباً، وتحليل الخطاب تحليل بدون إضافته أو وسمه بأنه عربي أو غربي أو إلى آخره. فهل لكلمة عربي هنا دلالة ما؟ هذا أول ما، هذه عتبت المحاضرة، أنني اخترت أن أضع المحاضرة في شكل سؤال يتعلق بالكيفية ويخص تحديداً الخطابات العربية، إسناداً إلى أن تحليل الخطاب اللغة العربية يحتاج إلى وعي ببعض خصوصياتها ووعي ببعض ظروف تداول الخطابات فيها، سأوضحه لاحقاً وأنا أتحدث عن الإطار المقترح الذي أقترحه لتحليل الخطاب، وهو مجرد إطار من بين إطارات أخرى عديدة يمكن تبنيها والاعتماد عليها. إذن من البداية، إن كان لديك أي قلق بشأن إضافة كلمة عربي إلى الخطاب هنا فلا تقلق، هذا مقصود وربما إن شاء الله يكون له فوائد في لاحقة بإذن الله على في تشكيل وعينا بخصوصية الخطاب العربي أثناء دراسته بأدوات تحليل الخطاب. المحاضرة ستنقسم إلى ثلاث أقسام. في البداية سيكون هناك تعريف للخطاب، ثم بعد ذلك عرض لإطار التحليل، ثم أخيرا تطبيق على مثال اخترته من الأمثلة الحديثة التي تثير الكثير من الإشكاليات في إطار تحليل الخطاب. أنا حشدت في هذه الشريحة التي أمامكم وأمامكم معظم التعريفات المقدمة لمفهوم الخطاب على أنه ديسكورس، وهذه نقطة انطلاق مهمة. حين نستعمل كلمة خطاب في إطار دراسات الخطاب واللسانيات المعاصرة، فإننا غالباً نستعملها بوصفها ترجمة لمصطلح غربي هو ديسكورس. أما كلمة الخطاب في السياق العربي فلها دلالات ومعاني أخرى لم ترد هنا. يعني على سبيل المثال، كلمة خطاب في الاستعمال العربي تشير إلى الرسالة: أرسلت خطابا مسجلا من بريد البصرة إلى بغداد مثلا. الخطاب أيضا تترادف مع الخطبة: ألقى السيد فلان الفلاني خطابا أمام حزبه بمناسبة كذا. الخطاب أيضا قد يعني التخاطب، المخاطبة، وهنا نفهم أمور مثل ضمائر الخطاب، أي ضمائر المخاطبة، أن يستعمل الضمير الثاني وهو أنت أو أنتم أو أنتن أو كاف الخطاب أو غيرها. هذه الدلالات حين نستعمل كلمة خطاب في السياق اللساني الحديث لا نستحضرها. أنا أعرف جيدا أن بعض الباحثين حاول أن يؤثر لمفهوم الخطاب في اللسانيات المعاصرة بواسطة استدعاء الدلالات اللغوية والمعجمية له في الإطار العربي، وفي تقديري أن هذا مضر، لأن الدلالة الخاصة بالخطاب في اللسانيات المعاصرة هي دلالة اصطلاحية بالمعنى الحرفي،
غير وثيقة الصلة إلى حد كبير بالدلالة اللغوية للجذر المأخوذة منه في اللغة العربية. ونحن نعرف أنه معظم الدلالات الاصطلاحية قد تكون اعتباطية، فليس من الضروري أن نجد سنداً لتبرير المفهوم من الأصل اللغوي للكلمة. لست بحاجة أن أقول أنه مفهوم الخطاب في اللسانات الغربية ممتد أو يستند إلى أي دلالة عربية لكلمة خطاب، لأن الأمر مختلف. نحن نستعمل خطاب ترجمة لديسكورس، هل هي ترجمة دقيقة أم ترجمة غير دقيقة، هل كان من الممكن استعمال ترجمة أخرى إلى آخره، هذا أمر آخر. لكن هي أصبحت ترجمة شائعة ومستقرة، و يعني من المصطلحات القليلة التي كتب لترجمتها شيوع كبير بين الباحثين. يعني الأمر مختلف مثلا عن لينغويستكس مثلا، حيث الألسنية واللسانيات وعلوم اللسان واللغويات وعلم اللغة. لا، الأمور مع الخطاب أيسر، كان هناك اتفاق إلى حد كبير بين الباحثين على استعمالها. البعض يستعمل المقولة، البعض يستعمل المقولة، البعض ولكن في درجة في البعض يقول المحاضرة، البعض يقول وهكذا. المنهج في ترجمات قديمة مثلا لمقال ديكارت عن المنهج إلى آخره، لكن هذه الترجمات كتب لم يكتب لها الانتشار، وترجمة الخطاب هي التي كتب لها الانتشار. إذن هذه عتبة مهمة في فهمنا ما الذي نقصده حين نستعمل كلمة خطاب. لا نقصد خطبة، لا نقصد رسالة، لا نقصد التواصل عبر ضمير المخاطبة، نقصد أشياء آخر أو أشياء أخرى بحسب تخصصك بالأحرى. فمثلا لو أنك معني بعلم النص، ففي الغالب ستدرك الخطاب وفقا للمفهوم الأول بأنه وحدة لغوية أكبر من الجملة أو شبه الجملة. بقية التعريفات الواردة هنا من 2 إلى 5 هي أيضا متفاوتة، لكن بحسب البيئات التي خرجت منها، وبعضها يتعايش معا. يعني مثلا الخطاب وصفي تلفظا من الاستعمال اللغوي الفعلي، هذا يعود إلى المدرسة الفرنسية في دراسة الخطاب، فهو خاص بها و يغلب على كما ترون يغلب عليه ربط الخطاب بما يتداول شفاهة في مقابل النص، تلفظ أترنس. التعريفات من 3 إلى 5 تتعايش. يعني التعريف الأول هو الأكثر شيوعا بين محلل الخطاب في الوقت الراهن، وهو تعريف من 3 كلمات: شديد البساطة، شديد الوضوح، وشديد الدقة. الخطاب هو اللغة في الاستعمال، language in use. وكلما أمسكتم أي handbook في الخطاب أو أي كتاب تعريفي به، سترون أنه هذا التعريف يتداول بصيغ مختلفة. هذه الصيغة التي اخترتها له هي أكثر الصيغ وضوحا. ما الخطاب؟ الخطاب هو اللغة في الاستعمال. ما معنى اللغة في الاستعمال؟ وما الذي يميزه إذن عن أي شيء آخر؟ اللغة في الاستعمال تعني أننا لكي ندرك شيئا ما وصفي خطابا، فيجب علينا أن ندرسه في سياق استعماله، لا ندرسه فحسب وصفه نصا، وإنما وصفه نص في سياق شامل، سياق نعرف جيدا من منتجه، من متلقيه، من القوى الفاعلة وراء توزيعه وإنتاجه، وما المستفيدين منه، وما النتائج والآثار المترتبة عليه. إذن هذا التعريف الموجز للغاية يحدد لنا ماهية الخطاب، ويحدد لنا أيضا شروط دراسته. لأنه لو أننا لا ندرس النص في حال استعماله فهو ليس خطابا. وأنا أضرب دوما المثال، ديوان امرئ القيس الموجود على رف مكتبتك هو نص، لكن حين تمسكه أنت لتنتج في لحظة زمنية بعينها 11 من يونيو 2021 في سياق زماني ومكاني بعينه،
لتنتج معاني منه. هنا يتحول النص إلى خطاب. لماذا؟ إذا أردنا أن ندرس هذه العملية، إذا أردنا أن ندرس المعاني التي أنتجتها له، أو كيف تحول، كيف قدم لك النص، كيف أعيد تأويله، أو كيف أثر إلى آخره. فإذا هذا التعريف اللغة في الاستعمال يحدد لنا ماهية الخطاب، ويحدد لنا أيضا شرط حصوله على هذه الماهية، وهو شرط متعلق بتداوله واستعماله ودراسته. المفهومين الآخرين متفرعان عن المفهوم الأول، فهما اللغة في الاستعمال هذه قد تكون، قد تشكل حقلا معينا من الخبرة البشرية. مثلا أن نقول الخطاب السياسي، ما الخطاب السياسي؟ الكلام والنصوص التي تشكل حقلا معينا من الخبرة البشرية هو حقل السياسة، أي حقل تداء المتعلق بالسلطة في المجتمع. تفريع أخرى من مفهوم اللغة في الاستعمال أن الكلام والنصوص قد ترتبط بشخص أو مؤسسة ما. يمكنني أن أقول مثلا خطاب أوباما حول العالم، خطاب أوباما مثلا حول البيئة، مثلا خطابات الأمم المتحدة حول التمييز العنصري، وهكذا. للمؤسسة الواحدة أو الشخص، حين ندرس مجمل ما يصدر عنه من نصوص وكلام نسميه باسمه. لذلك تجدون كتبا، كتاب حول خطاب فلان الفلاني حول كذا، ولا نقصد به خطبه، لأننا ندرس حواراته، ندرس تغريداته، ندرس أنواع مختلفة. فالخطبة نوع، أما الخطاب هنا فهو كل النصوص والكلام التي ترتبط به في سياق محدد، شخصا أو مؤسسة أو نوع معين من الخبرة البشرية. لذا يمكننا أن نقول خطاب رياضي، خطاب فني، خطاب تعليمي، يمكننا أن نقول خطاب بايدن، خطاب منظمة الطاقة الدولية، خطاب حزب كذا، ونعرف جيدا ما الذي نقصده حينها بهذا الاستعمال. إذن هذه هي العتبة الأولى، العنوان كيف نحلل خطابا عربيا. عرفنا الآن ما هو الخطاب في استعمالاته المختلفة، وهذا ينقلنا إلى الكلمة العربية في العنوان. في البداية، هل يختلف تحليل الخطاب وفقا لمفهومنا له؟ الإجابة بكل تأكيد نعم، لأن الزملاء في علم النص الذين يدركون الخطاب بوصفه وحدة أكبر من الجملة وشبه الجملة، هم لديهم ظواهر ولديهم أسئلة يبحثون عنها، ما يسمى بنحو قواعد الخطاب أو أجرومية الخطاب أو نحو الخطاب. هذا مغاير تقريبا كلية لشخص يتعامل مع الخطاب على أنه اللغة في الاستعمال، وينظر له من منظور نقدي على سبيل المثال. إطار التحليل، غاية التحليل، ما الظواهر المدروسة، كلها ستختلف. لكن ما يعنينا أكثر هو أنه الخطاب تحليله يجب أن يختلف باختلاف مدونته أيضا. هناك مبدئيا خصوصية للنوع، لو أننا نتحدث عن المدونة عموما، فحين أدرس خطابا مكونا مثلا من حزمة من الأغاني الشعبية، الظواهر التي سأهتم بها بالتأكيد ستكون مغايرة للظواهر التي سأهتم بها لو أنني أدرس بيانات منظمة العدل الدولية حول جرائم الحرب الأمريكية في العراق مثلا، وهكذا. إذن النوع يختلف، نوع الخطاب، ومفهوم الجانر هنا يقصد به مجموعة التقاليد التي تمنح نصوصا ما هوية خاصة. فالخطبة لها تقاليد تجعلني أستطيع أن أصف حزمة من النصوص بأن هذه خطب، بينما أصنف مجموعة أخرى أن هذه قصص قصيرة، ومجموعة ثالثة هذا شعر، ومجموعة رابعة هذه رسائل. لماذا؟ لأن لكل نوع تقاليده الخاصة.
فالتقاليد الخاصة تفرض أيضا تحليلات خاصة، لأننا حينها ندرس ظواهر خاصة. إذا كنت أدرس الشعر فلا بد أن أهتم بالإيقاع والتخيل، إذا كنت أدرس القصة القصيرة فلا بد أن أهتم بالبنى السردية وتشكلات الفاعلين وبناء الزمان والمكان وهكذا، وبحسب كل نوع. فتحليل الخطاب ونحن نتحدث عن كيفيته يجب أن يكون لدينا وعي بأن كيفيات تحليل الخطاب تحكمها عناصر كثيرة، من بينها طبيعة المدونة، من بينها الأسئلة التي أسعى للبحث فيها، من بينها المفهوم الذي أعتمده للخطاب، ومن بينها لغة الخطاب. عند لغة الخطاب هذه أتوقف وقفة، لأنه لا يكاد يكون هناك يعني الاهتمام بخصوصيات اللغة في مناهج تحليل النصوص محدود للغاية في العالم العربي، وهذا مؤسف. مؤسف لماذا؟ مؤسف لأنه شكل من أشكال الانبطاح أمام أطر تحليل جاهزة يأخذها الباحثون ويطبقونها كما لو أن هناك مقاس واحد للقدم في كل مكان، وهذا غير حقيقي إطلاقا. لذلك تجدون بعض الكتب هي ليست إلا تعبئة للصناديق، يأتي يذهب الشخص مثلا إلى بيرلمان ويأخذ صندوق الفارغ من عنده ويعبئه بأمثلة عربية وينشر وتنشر الكتب ويعني تحصل على تقدير، وبينما هي في الحقيقة ليست علما بالمعنى الحقيقي، لأنه لا يوجد مساءلة أصلا لأهمية هذا ولا لنجاعته ولا لإمكانية انطباقه والفائدة التي تعود على انطباقه على الخطاب العربي. البحث العلمي ليس تطبيقا لإطار، البحث العلمي فحص لأسئلة تنبع منا نحن ونسعى للإجابة عنها، وقد نفيد مما يقدمه غيرنا في إجابة أسئلتنا، وهذا يجب أن ينطبق على كل فروع المعرفة الإنسانية، لا سيما الفرع الأكثر انبطاحا وهو دراسات الأدب واللغة، حيث نجد يعني محاكاة عمياء لمنهجيات وأطر تحليل غربية دون مساءلة دون نقد دون حتى مرونة في التطويع. فإذا هذه مسألة مهمة للغاية، إنه يجب علينا إذا أردنا أن نضع إطارا لتحليل الخطاب أن نتساءل حول خصوصية المدونة التي ندرسها بما فيها النوع وبما فيها اللغة. وهنا أنا أحيلكم إلى عمل مهم للغاية لباحث نابغ هو دكتور إبراهيم عبد التواب من جامعة القاهرة، الذي أنجز أطروحة دكتوراه يقارن فيها بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية من زاوية إمكانية تطبيق مقولات النحو الوظيفي حوله، وهذا شديد الأهمية في تحليل الخطاب نظرا لأنه معظم أدوات التحليل عند نورمان فيركلوف، وهو أهم محلل الخطاب، أهم المحللين الناقدين للخطاب ما يعرف بالكريتيكال ديسكورس أناليسيس، قائمة مستمدة من هاليدي، وهو وإبراهيم يقدم أمثلة يقول لنا أنه لاحظوا هذه الظاهرة التي درسها هاليدي وأخذها عنه فيركلوف يمكن أن تنطبق على الإنجليزية، لكن العربية لا تعرفها، العربية لديها ظواهر أخرى قد تؤدي نفس الوظيفة أو ظواهر أخرى أكثر أهمية وهكذا. هذا أمر مهم للغاية، الوعي بخصوصية اللغة حاسم في تطوير إطار ناجع للتحليل، إطار يسعى للإجابة عن أسئلتنا نحن، لا نجيب عن أسئلة الآخرين. السؤال الثالث، هل يختلف تحليل الخطاب تبعا لسياق إنتاجه وتداوله؟ طبعا بكل تأكيد، لا يكون أصلا في الأصل تحليل الخطاب لا يكون إلا بالوعي بخصوصيات إنتاجه وخصوصيات تداوله، وهذه مسألة شديدة الأهمية سنرى لاحقا تجليات لها ونحن نبحث في نعطي مثالا تطبيقيا. إذن حتى الآن عرفنا ما الخطاب، ناقشنا بعض الأسئلة وقدمنا بعض ما يجب أن نتحرز منه ونحن نتهيأ لتحليل الخطاب، مسألة الوعي بخصوصية المدونة، مسألة الوعي بخصوصية مفهوم الخطاب وأثره على التحليل، مسألة الوعي بخصوصية اللغة،
إلى السياق الإنتاج والتداول أهمية كبرى. إذا ننطلق إلى الإطار. الإطار الذي أقدمه هنا هو في الحقيقة سبق لي أن فعلته في عدد من البحوث. واحدة منها كان يحمل العنوان نفسه إطار نحو إطار لتحليل الخطاب. والهدف منه هو أن أقدم ما يسمى بنموذج استرشادي للباحثين العرب، أنه كل باحث أو أي باحث معني أو يرغب في أن يعد بحثاً يستعمل فيه تحليل الخطاب بوصف إجراء محدداً أو إطاراً شاملاً، يمكنه أن يجد هنا بعض ما يبتغي. لأنه إذا أراد أن يطبق إطاراً شاملاً، هناك إطار شامل لتحليل الخطاب. لو أننا سندرس مدونة محدودة عبر كل تجلياتها الممكنة، أو العكس، لو أننا بعض الباحثين لا يدرسون كل تجليات الخطاب ولا كل ظواهره، وإنما يدرسون ظاهرة بعينها في خطاب بعينه، هنا أيضا يمكن أن يفيدوا منه. وإن شاء الله سأرسل إليكم بإذن الله الرابط هذه الدراسة وغيرها لاحقا بعد الانتهاء أثناء تلقي الأسئلة. هذا الإطار يتكون من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى فهم السياق بكل عناصره ومكوناته. المرحلة الثانية تحليل النص والأداء والتفاعلات الخطابية. المرحلة الثالثة دراسة الوظائف والاستجابات والآثار. هذا النموذج متأثر بما يسمى بمستطيلات فيركلوف التي تحدد السمات الأساسية للخطاب وصفه نصاً ووصف عمليات خطابية ووصفه ممارسة اجتماعية. أعيدت بناؤه وإدماج عنصر رابع فيه وهو استجابات الجمهور. سأقدم هذه العمليات الأساسية وأقدم تطبيق لها ونفتح المجال للنقاش. في البداية ما يتعلق بفهم السياق. فهم السياق يحتاج إلى فهم شامل، وأنا هنا أود أن أستحضر معكم. دكتور لو سمحت تحريك الشرائح، الأساتذة يطلبون تحريك الشرائح. هي لا تتحرك؟ أي لا تتحرك، فقط الأولى. معقولة؟ أنا أحركها؟ نعم. كيف هذا؟ الآن تحركت الآن، وأسف على لقطعكم. لا إذن هذه شريحة واضحة؟ تحركت. نعم واضح. إذن لم يكن أمامكم هذه الشريحة حين كنت أتحدث عن تعريفات الخطاب؟ لا، فقط هذه الأولى، كيف نحلل الخطاب العربي؟ لم يظهر غير. للأسف. لا مشكلة. يعني إذن الآن هذه الشريحة أمامكم، كنا نتحدث فيها عن مفاهيم الخطاب المختلفة وكيف أنها تنتمي إلى حقول معرفية مختلفة أو بيئات مختلفة أو وجوه مختلفة من الخطاب. وهذه الشريحة انتهينا منها متعلقة ببعض الأمور القبلية قبل أن نبدأ الخطاب التي يجب أن نضعها في أذهاننا. إذن بعد ذلك العمليات الأساسية واضحة الآن فهم السياق. الصورة التي أمامكم، ما الذي ترونه فيها؟ صورة فيل. تذكرنا لم تتحرك الشريحة، فقط الأولى دكتور. أي الآن فهم السياق. نعم الآن واضحة دكتور. الآن واضحة؟ إذن هكذا غير واضحة؟ واضح الآن. نعم الآن حسن. فهم السياق. نعم جميل، فهم السياق. الصورة التي أمامكم هي صورة تعبر عن حكاية خرافية، أو ليس خرافية، حكاية هندية لا ندري هل حقيقية أم لا. أستاذ فيلسوف هندي حاول أن يعلم طلابه كيف أن الحقيقة تحتاج إلى إدراك شامل وليس جزئي، فطلب منهم أن يصفوا شيئا ما. أتى بفيل هندي وجعل كل شخص يلمس جزءا منه ويصفه، فكل شخص لمس جزء له طابع مختلف، الأذن الفيل غير خرطوم الفيل غير ذيل الفيل غير
فخذ الفيل من لمس الفخذ قال هذه شجرة، من لمس الخرطوم قال هذا أنبوب، من لمس وهكذا. وكانت طبعا العبرة والعظة هي أنه لا نستطيع أن ندرك ماهية شيء إن جزأنا إدراكنا له، يجب أن يكون إدراكنا كلي للشيء، وهذا شديد الأهمية فهم السياق. ففهم السياق يتطلب إدراك كلي له، من المتكلم، من المخاطب، ما طبيعة العلاقة بينها، ما الجماعات أو الكيانات التي يمثلها أو يدافع عن مصالحها، ليس فقط الشخص الذي يتكلم وإنما هؤلاء الذين يكتبون له والذين يستفيدون منه وهكذا. ثم السياق المكاني لتداول الخطب والشروط النصية التي يفرضها، لو أنا أمام خطبة مثلا، شكل الافتتاح، البروتوكولات الموجودة، القيود المحددة على الفاعلين. من فهم الخطاب أيضا مثلا مثل زمن إلقاء الخطاب، تأثيره في صياغته، إنجاز آثاره، هل يقدم في مناسبة محددة أم ظروف استثنائية أم لا إلى آخره. السياق أيضا يتطلب فهم الوسيط المستعمل في توزيع الخطاب، ودور هل تلفزيون، وسيط افتراضي، كتاب، صحيفة، تواصل مباشر إلى آخره، لأن هذه الوسائط لها دور مهم جدا في فهم الخطاب وفي تقييد استجابات جمهوره أو إتاحتها. أمر أيضا مثل فهم بواعث الخطاب ووظائفه وأهدافه ينقلنا ذلك إلى العنصر التالي، دراسة بناء الخطاب. في دراسة بناء الخطاب يدرس كم هائل من الظواهر، نختار منها الأكثر خصوصية والأكثر قدرة على إجابة سؤالنا البحثي بحسب السؤال الذي نسعى للإجابة عنه. وبالطبع لا يمكننا غالبا أن ندرس كل تشكلات الخطاب، خطاب ما صعب جدا جدا، فهناك عناصر صوتية وصرفية ومعجمية وتركيبية ودلالية، هناك أبعاد تداولية تتعلق بأفعال الكلام والتضمينات والافتراضات، هناك تشكلات مجازية، استعارات، تشبيهات، كنايات، وتصنع تمثيلات للذات وللآخرين، هناك حجج شديد التنوع، هناك علاقات نصية نعرف أنها تشتمل على قائمة كبيرة من التناص والتطفير الخطابي وإعادة بناء السياق وغيرها. فإذا من نختار في فهم السياق يجب أن يكون شاملا، لكن العناصر المكونة للنصوص نختار منها ما هو أجدر بإجابة السؤال البحثي الذي نسعى إلى إجابته. العنصر المرحلة الثالثة هي فهم وظائف الخطاب وآثاره المحتملة والفعلية، وهنا هذه إضافة بلاغة الجمهور، إنه دراسة أي خطاب لا تكتمل إلا بدراسة الاستجابات التي يقوم الأفراد بإنتاجها أثناء تلقيهم للخطاب أو بعد تلقيهم له. فوفقا لهذا التصور يجب رسم خريطة للاستجابات الفعلية التي أنتجها متلقي الخطاب والاستجابات اللاحقة له وتصنيفها وتقديم قياسات دقيقة لها، والتساؤل بالأساس عن أثر بناء النص والطريقة تداوله وتوزيعه على هذه الاستجابات. من الظواهر التي يمكن أن تدرس أيضا أمور مثل تبادل أدوار الكلام، أساليب الإقناع، المزج وهكذا. المثال الذي سأقدمه في الوقت المتبقي مثال شديد الدلالة وشديد الأهمية. نعرف جميعا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قدم بيانا بعد عدة أيام من هزيمة يونيو 1967 أعلن فيها تنحيه عن رئاسة البلاد مصر في ذلك الوقت، وفور الانتهاء من إعلان التنحي خرجت مظاهرات ضخمة في ربوع مصر تطالب بعدم التنحي. السؤال الذي فرض نفسه على كثير من الباحثين في العلوم السياسية والاجتماعية والتواصل هو لماذا أنتج الخطاب عكس ما يدعو إليه؟
يعني خطاب يدعو إلى التنحي أو يطلب الرئيس فيه يقول هكذا: أريد منكم أن تساعدونني على القرار الذي اتخذته، هو أن أتنحى عن، وهكذا. فإذا ما العلاقة إذن؟ ما الذي يفسر العلاقة العكسية بين ما يطلبه الخطاب وما أنجزه الخطاب؟ هذا يجعلنا نضع يعني في هذا البيان تحديدا، يجعلنا نضع أيدينا أولا على خطورة الخطاب. وليس أنا هنا لا أتحدث عن خطبة، هذا بالأصل هذا نوعه بيان وليس خطبة، أتحدث عن خطاب عموما. يعني خطورة الخطاب وأثره في المجتمعات المعاصرة يضع أيدينا أيضا على أهمية دراسته، لأنه التحليل البلاغي للخطاب يسد ثغرة مهمة في البحوث التي تفسر لماذا تتعارض الدعوة إلى التنحي داخل الخطاب مع استجابة الجمهور له وهي رفض التنحي. بدون تحليل بلاغي نفشل في فهم كيف حدثت هذه النتيجة. سوف وأنا أحلل هذا المثال، سوف نتعرف على كيفية المزج بين تحليل الخطاب وتحليل الممارسات الخطابية والممارسات الاجتماعية وفقا لتصور فيركلوف، وكيف ندمج فيه المستوى المتعلق باستجابات الجمهور كما تقدمه بلاغة الجمهور، ومحاولة فهم كيف يعمل الخطاب في الأحداث السياسية شديدة الوطأة وشديدة الحساسية. وبالأساس سوف نحاول أن نفهم كيف أن ما تقوله اللغة شيء، وما تعنيه شيء، وما تفعله شيء ثالث، قد يتحد في ظروف محدودة. قد يكون ما تقوله اللغة وما تعنيه وما تفعله شيء واحد، لكن هذا نادرا ما يكون. في الغالب ما تقوله اللغة شيء، وما تعنيه شيء، وما تفعله شيء آخر. ففهم هذا يجعلنا نقدر مدى صعوبة دراسة الخطابات في الحياة اليومية ومدى أهميتها في الآن نفسه، إذا أردنا أن نفهم جيدا هذا الكيان الغامض المسمى باللغة. ما سأستفيد كما قلت من الدمج بين تحليل نقد الخطاب نورمان فيركلوف وبين بلاغة الجمهور. هذا هو مثلث علبة مستطيلات أو مربعات فيركلوف، وهي كما ترون في القلب منها يوجد النص، وخارج النص توجد الممارسة الخطابية والممارسة الاجتماعية. العلاقات هنا متبادلة وليست فقط علاقة احتواء، فهي علاقة ذهاب ومجيء. حين ندرس ظاهرة نصية ما ولتكن الاستعارة مثلا، فإننا ندرسها كذلك بوصفها ممارسة خطابية وندرسها في سياق اجتماعي، فالعلاقات متبادلة بين هذه المكونات الثلاثة للحدث الخطابي عند فيركلوف. البعض الذي لا يعرف ما بلاغة الجمهور هي حقل معرفي يدرس العلاقة بين شكل الخطاب وأدائه وتداوله من ناحية، واستجابات الجمهور الفعلي الذي يتلقاه من ناحية أخرى، بهدف إنتاج استجابات بليغة، أي بهدف توفير قدرة لدى المخاطب والجمهور على أن يفند ويقاوم الخطابات التي تمارس تلاعب أو تمييز أو تضليل أو كراهية، أو بالأحرى كل الخطابات التي تمارس أشكال من إساءة استعمال الخطاب وإساءة استعمال السلطة. وهذه الأسئلة التي عادة نطرحها في إطار بلاغة الجمهور. في البداية المراحل الثلاثة التي تحدثنا عنها، أول مرحلة فهم السياق، يجب أن أعرف من الذي يتكلم. من الذي يتكلم هنا ليس الشخص، ليس جمال عبد الناصر فقط، وإنما النظام والمصالح والهويات التي يشكلها جمال عبد الناصر وتشكلها الناصرية عموما، إذا نظرنا إليها بوصفها إيديولوجيا، أو نظرنا إليها بوصفها طريقة في الحكم، أو نظرنا إليها بوصفها فلسفة قومية، أي بكل تجلياتها. ومن هنا فقبل أن ندرس البيان المكون من 2200 كلمة أو نحو ذلك، كان علي بشكل شخصي أن أقرأ حرفيا عشرات الكتب كاملة حول هذه الحقبة لكي أفهم من الفاعل.
ثم بعد ذلك ماذا؟ يجب أن ندرس في فهمنا للسياق الظروف المحيطة به وليس فقط الفاعل. هذا الخطاب ما هي حرب يونيو ما إلى آخره، الظروف المحيطة بالنص. ثم العنصر المهم جدا الأقل حظوة بالاهتمام من الباحثين العرب المتعلق بكيف ينشأ الخطاب، كيف يتكون الخطاب. وفي الحقيقة هذه مرحلة شديدة الأهمية، لأنه لا يمكننا فهم كيف يعمل الخطاب دون فهم كيف ينجز وينتج الخطاب. وهنا حاولت أن أعود إلى التسجيلات الفيديو والكتب التي تحدث فيها مؤلف الخطاب محمد حسين هيكل عن عملية كتابته، وكيف وحللت التفاوضات التي تمت بين هيكل وبين عبد الناصر بشأن المفردات والتراكيب والتعبيرات والمعاني التي يجب أو لا يجب إدراجها في الخطاب. وخرجت من ذلك بصياغة لرؤية كل منهما لهذه الأحداث، والرؤية التي كان يسعى لأن يدرجها ضمن الخطاب لتعبر عن إدراكه له، وكيف أنه حتى في حالة كبيرة من الانسجام، حالة هيكل وعبد الناصر وكبقان بينهما درجة عالية جدا من الانسجام، نجد أشكال من تعارض الرؤى، من اختلاف المصالح، من اختلاف كيفية إدراك الأحداث، وكيف تحل هذه الاختلافات بواسطة، كيف تنعكس على البلاغة وكيف تحل بواسطة اختيارات بلاغية. على سبيل المثال، عبد الناصر كان يود أن يستعمل كلمة هزيمة، هيكل قال له لا، هذه ليست هزيمة، هذه نكسة. عبد الناصر كان يود أن يستعمل كلمة استقالة، هيكل قال لا، سنستعمل تنحي، وهكذا. فإذا وطبعا هناك مع كل اختيار هناك جدل وهناك حجاج في قلب البلاغة، في قلب الأثر الذي تحدثه المفردات في النفوس وفي دقتها في وصف الواقع أو في صناعة واقع موازي بهدف إخفاء الواقع الحقيقي بالأحرى. هذا يظهر من خلال ما يسمى بالتلطيف اللغوي أو اللفظي، اليوفيميزمز، التي تشكل ظاهرة شديدة الأهمية في خطاباتنا المعاصرة. يقوم فيها البشر بتقديم العالم إما بشكل ملطف أو بشكل مهول، يعني بدرجة أعلى مما هو عليه أو أقل مما هو عليه، لأهداف عملية ونفعية بلاغية محددة. يمكن أن يدرج في تحليل النص أيضا أمور مثل الاستعارة، الاستعارة المفهومية، وكيف تستعمل الاستعارة لتوجيه إدراك البشر لحدث ما وتبعاته. هنا مثلا تقدم الهزيمة بوصفها نفق، والخروج من نفق يحتاج إلى قائد، وهذه الاستعارة تحضر في اللحظة التي يعلن فيها أنه سيتخلى عن 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 الحكم بعد أن سرد مآثر هائلة أنجزها. فكأن الاستعارة تقول أنه لكي تخرج من النفق يجب أن يكون هناك قائد، أنا قائد عظيم لأنني قمت بكذا وكذا وكذا، سأتخلى، سأتنحى في ذلك الوقت. تكون الاستجابة أنه إذا أردنا أن نخرج فيجب أن تظل موجودا، فيجب ألا تتنحى، وهكذا. من الظواهر في بنية النص شديدة الأهمية استعمال الضمائر، المتكلم والمخاطب والغائب، أماكن حضورها، التنويع بين في الضمائر نفسها بين ضمائر الخطاب الجمع والمفرد أو المتكلم الجمع والمفرد ودلالاتها، وهذه شديدة الأهمية، بحيث أنه يكاد جزء من فهمنا للخطابات العمومية يفقد لو أنا لم نمنحها اهتماما. ومن عناصرها أيضا أمر مثل الالتفات، وأمر مثل استعمال المضمر بدلا من المظهر، بدلا من اسم الظاهر، والعكس. انظروا إلى هذه الفقرة التي أمامكم وهي السابقة مباشرة على التنحي. جمال عبد الناصر
يستدعي الإرث الذخيرة الخطبية الهائلة المرتبطة باسمي بسبب كم هائل من الأغاني والأناشيد والأعمال الفنية وغير الفنية التي تقرن اسمه بكل شيء عظيم في ذلك الوقت، يستدعيه في هذه اللحظة تحديدا قبل التنحي مباشرة. إن جمال عبد الناصر هو، وليس جمال عبد الناصر، عبد الناصر جمال عبد، اسمه فقط يشكل 40% من إجمالي المفردات الموجودة في الفقرة. هذا هو وضع الاسم الظاهر بدلا من الضمير. كل هذه الفقرة كان من الممكن أن يستعمل فيها اسمه مرة واحدة ويستعمل ضمير الغائب مرة أخرى ويستعمل ضمير المتكلم فيها جميعا دون حاجة إلى ذكر اسمه، لكنها مقصودة تماما لكي يستدعي هذه الترابطات الإيجابية بين اسمه وبين ما أنجزه على مدار الفترة حكمه لمصر، لتوجيها للجمهور كي يرفضوا ما ستقوله لغته، كي يرفضوا تنحي. من الأمور المهمة جدا أيضا في الخطابات العمومية مسألة الأداء، نبرات الصوت، التنغيم، حركة الرأس، الإشارات الحركية، حضور الجسد، الانحناء، الاستقامة، هذه أمور شديدة الأهمية، لا سيما أنها تظهر يمكن قياسها بشكل كمي ولها دلالات مهمة. فمثلا المفتتح الخطبة، هذا المفتتح معدل نطق كلماته كان ضعف معدل نطق الكلمات في كل متن الخطبة، لأنه يشبه يعني شكلا من يعني تهويدا للأطفال، يعني كما لو أنه يعني لقد تعودنا معا في أوقات النصر، وفي شكل من أشكال التغييب بالموسيقى، إيقاع هادئ ناعم مبني موسيقيا بشكل شديد الثراء. هذه الكلمات، هذه السطور شعر موزونة، هذه السطور فيها توازن تركيبي في بنية نمط ثابتة، فيها ما يسمى بفخاخ تصفيق، كلها فخاخ تصفيق مصاغة بشكل غير عادي لتهدئة الجمهور، لاستلال غضبهم، لخلق شكل من أشكال التضامن الحاسم بينه وبين الجمهور الذي يتحدث إليه. أيضا تحليل أداء مسألة مثل رفع الرأس وانخفاضها ونبرات الشجن والحزن وغيرها. الخلاصة أنه ونحن نحلل خطابا ما، يجب علينا طوال الوقت أن ندرك أن عملية تحليل الخطاب عملية مركبة، نحتاج فيها إلى فهم جيد جدا بالسياق، إلى تحليل لبناه وتراكيبه، نختار من هذه البناء والتراكيب ما نرى أنه يجيب عن سؤالنا البحثي، وتحليل للاستجابات والآثار التي يحدثها مثل هذا الخطاب، كما هو تجلى مثلا في رفض التنحي، وفهم للعلاقة بين هذه الاستجابات وبنية الخطاب نفسها. أنا للأسف لم أفي بوعدي، وعدت ب35 دقيقة، وها أنا أشرفت على 45. أتوقف معكم هنا وأتلقى أي تساؤلات أو استفسارات منكم. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور، ليتك تجاوزت كثيرا على الوقت، لأنه مر سريعا دون شعور، ونحن نستمع إلى جمال وبديع ما تطرح. الآن نفتح الباب أمام السادة الحاضرين، الأجلاء، الطلبة والأساتذة، لمن يريد أن يحاور الأستاذ الدكتور فيما عرض وطرح في محاضرته أو في هذا الحقل المعرفي الواسع، لا بأس بذلك. الأستاذ الدكتور مرتضى الشاوي، أطلب من الحضور التعريف مختصر بشخص المتكلم. دكتور مرتضى تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الدكتور الأستاذ المساعد دكتور مرتضى عبد النبي علي الشاوي، كلية التربية القرنة، قسم اللغة العربية.
شكري وتقديري للأستاذ الضيف الأستاذ الدكتور عماد عبد اللطيف لهذه الاستجابة لحضور وإلقاء المحاضرة القيمة العلمية في هذا المجال المعرفي الكبير والذي تميز به من خلال كتاباته ومصنفاته ومحاضراته. وشكري وتقديري إلى العمادة التي استضافته كلية التربية القنا وقسم اللغة العربية وبالخصوص الأستاذ المساعد الدكتور وسام جمعة لفتة على هذه المبادرة الطيبة. سؤالان ألقيها على أستاذنا الكبير في عمله ومشروعه، هو إلى أي منهج نقدي لساني ينتمي إليه الأستاذ الدكتور عماد عبد اللطيف؟ وما علاقة مصطلح بلاغة الجمهور بشروط الفصاحة البلاغية التي وضعها أو أعطاه أو ثبتها الجاحظ في نظرية الاقتران وسار عليه ابن سنان الخفاجي؟ شكرا جزيلا للأستاذ الضيف. بارك الله فيكم ورعاكم. دكتور وسام، هل نتلقى الأسئلة فرادة أم جماعات؟ دكتور ماذا تقترح أنت؟ الأمر لكم، يعني أنا ضيف عليكم وهذا لقاؤكم. أنا أرى أن تكون الأسئلة مركزة وتجيب عنها أيضا بشكل مركز وسؤال بعد آخر، أو إذا أنت ترتاح لأن تسجل الأسئلة أو نسجلها نحن. الأمر لكم. أنا فقط هذه مسألة إجرائية أنتم يعني صاحب القرار فيها. تفضلوا دكتور، أجيبوا على سؤال الدكتور ثم نأخذ بارك الله فيكم، ممتن شكرا جزيلا لهذه الأسئلة الطيبة الكريمة. السؤالان شديدة الأهمية في الحقيقة. السؤال الأول يتعلق إلى أي مدرسة أنتمي، إلى أي مرجعية أنتمي. في الحقيقة أنا ضد أن يكون الباحث مصنفا تحت لافتة محددة. نحن لدينا أسئلة بحثية، يعني مثلا حين ذهبت إلى بيان التنحي لم أكن محفزا برغبة في تطبيق منهج، أو لم أكن محفزا برغبة في تفعيل إطار تحليل إطلاقا. أنا كنت محفز برغبة في الفهم، أنا أريد أن أفهم لماذا أدى هذا الخطاب إلى عكس ما يقول به، ما يدعو إليه. الرجل يقول ساعدوني على التنحي وأنا متنحي، تخرج الناس تقول لا. هل البلاغة يمكن أن تقدم لنا إجابة عن هذا السؤال؟ ومن ثم الإجراءات التي استعملتها، الزوار التي درستها، كلها كانت تصب في خدمة الإجابة عن هذا السؤال تحديدا. أنا أريد أن أفهم، أريد أن أفهم العلاقة بين ما تقوله اللغة وما تعني وما تفعله. فكل ما مكنني من الإجابة عن هذا السؤال هو جزء من عتادي البحثي. إن أردنا ومع ذلك إن أردنا تقريبا للتصنيف، فأنا أعد أن ما أكتبه في الغالب يندرج في إطار المنطقة التقاطع بين تحليل الخطاب، لا سيما التحليل النقدي للخطاب عند نورمان فيركلوف، وهو الإطار الذي أكثر من استعماله وأراه شديد الأهمية ولا يقارن ببقية الإطارات الموجودة، إطارات التحليل الأخرى، وبلاغة الجمهور. فهذه المنطقة التي أقف فيها، منطقة تقاطع بين حقلين معرفيين كلاهما معاصرين ومحاولة للدمج بينهما. السؤال الآخر شديد الأهمية في الحقيقة، وأنا أشكر حضرتك عليه، لأنه بالأمس فقط انتهيت من بحث عن بعنوان البلاغة وخطابات الحياة اليومية، وفي هذا البحث كنت أجيب عن هذا السؤال: هل شروط الفصاحة كما قدمها القزويني هي مكون أصيل أو شرط أصيل لما هو بليغ؟ إجابتي قولا واحدا لا. هناك متن جبار من النصوص البليغة المكتوبة بلغات عامية،
التي تنتهك كلية معايير الفصاحة أو شروط الفصاحة، فصاحة سواء فصاحة المفردة أو فصاحة التركيب عند شروح التلخيص. وليس في هذا أي مصدر للقلق. البلاغة الشعبية، البلاغات العامية، هذا واقع يجب أن نعترف به. أغنية أو رباعية لصلاح جاهين في تقدير الشخص لا تقل روعة عن معلقة لشاعر من شعراء المعلقات. يعني أنا كنت شيء وصبحت شيء ثم شيء، شوف ربنا قادر على كل شيء، هز الشجر شوشيه وشوشني وقال لابد ما يموت شيء علشان يحيى شيء. يعني يمكن أن أقرأ الأعشى ولا تترك في نفسي معلقته ما تتركه في هذه الرباعيات التي أحفظ معظمها دون أي إلزام من أي أحد، فقط عشقا لها. فإذا بائع في السوق يمكن أن يمتلك قدرات على التفاوض لا يمتلكها يعني باحث كبير في التفاوض حقيقة. فإذا هذا واقع ومنتهي. شروط الفصاحة كانت تخص تصور للبلاغة يقرنها بفصيح القول، وهذه شكلت بالمناسبة مرحلة محدودة للغاية، والبحث الذي يتحدث عنه يفند هذه المسألة، إنه لحظة الاندماج بين ما هو بليغ وما هو فصيح محدودة للغاية، تكاد تقتصر على 200 عام، وبعد ذلك هذا الانفصال بينهما. ومن ثم فإنني لا أعد. تفضل دكتور وسام. عفوا دكتور، المشاركون كثر حتى لا يفهم. نعم لكن هذه طبعا لانه هذه الاسئله حقيقه اسئله مهمه وانا سعيد للغايه، وساترك المجال لاحقا، ارجو من الاخ الكريم الذي طرحها ان نتناقش لاحقا في الامر ان شاء الله، يسعدني، وساترك الايميل الخاص بي. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك. اتمنى واقترح ان شاء الله، اتمنى واقترح ان شاء الله السيد عميد كليتنا بيننا الان دكتور عدنان، وان شاء الله لا تكون هذه الفرصه الاولى، ستكون سلسله من المحاضرات ان شاء الله، او سلسله من اللقاءات بعنوان الاستاذ الزائر وجامعه البصره. قدمت قبل المحاضره انها عمدت الى اتخاذ هذا السبيل الطيب ان شاء الله. دكتور سعد التميمي، تفضل مع اعطاء هويتك. غنيمة عن التعريف دكتور، اهلا وسهلا. شكرا جزيلا لكم احبتي في كلية التربية الأساسية قسم اللغة العربية في القرنة، شكرا لجامعة البصرة على هذه الفرصة، شكرا لأخي وصديقي العزيز الناقد الأكاديمي الرائع المثابر المجاهد دكتور عماد عبد اللطيف الذي يتحفنا باستمرار، لا أقول بين الحين والآخر، بما يقدمه من بحوث وأيضا من طروحات جديدة تسهم في نقل الخطاب النقدي والخطاب البلاغي بشكل خاص، ونحن في لغتنا العربية وفي بلاغتنا العربية من خلال جهد دكتور عماد ويعني أكاديميين آخرين يمكن أن نقول سنسهم في تجديد بلاغتنا العربية. محاضرة رائعة، يعني صحيح تحتاج كثير، أعطانا خطوط عريضة في كيف نحلل خطابا عربيا، وعندما حلل خطاب جمال عبد الناصر قلت يعني هناك فسحة كبيرة لنكسر الحاجز ونحلل خطاب النظام يعني المقبور، يعني في خطاباته أيضا كان يعني صدام حسين في خطاباته كثير كان يتجه وأنت تحلل قبل أن تصل إلى النتيجة، يعني كنا يتذكر هذه الأنظمة اللي ذات أحيانا البعد الدكتاتوري هي تعطي ما تريد، توجه الجماهير لما تريد، وبالفعل في خطاب جمال عبد الناصر كان يوجه لرفض هذه القضية، ونذكر يمكن في حادثة
للمقبور عندما اقترف ابنه عدي جريمة قتل أحد الأشخاص، أيضا وجه أنه للعدالة الخطاب هذا الظاهر، لكن هو الخطاب المقصود من خلاله هو تبرئة ابنه. أنا يعني لاحظت في منهجك وأنت قلت لا أستعمل منهجا، يبدو أنه بلاغة الخطاب في مزاوجتها مع تحليل بلاغة الجمهور عفوا مع تحليل الخطاب أخذت بالمنهج، لم تعتمد على النصية ولا على السياقية، فتارة هي وننطلق من السياقية لننتهي بالقضايا النصية. يعني هل هذا شرطا في كل النصوص أن نبدأ من سياق النص، أي المناهج السياقية من المؤلف من الخطاب؟ هناك وتحدثت عن قضية جدا مهمة خاصة في كثير من عند الخطاب والمدونات لكثير من السياسيين، هي مدونة مصنوعة تصنعها مؤسسة يصنعها مركز وليس شخص. كيف نميز الآن لمن هذه خلينا نقول الاختيارات، وكيف نفصل؟ يعني هذه العملية جزء بعض الحوارات أخرجها محمد حسين هيكل، لكن هناك كثير من المؤسسات لا تخرج هذه الخصوصيات، كيف نصل لمثل هذه؟ شكرا جزيلا لك أخي دكتور عماد، وأنت تطل علينا في هذا الصباح وتتحفنا بكثير من هذه. شكرا مرة ثانية للقائمين على هذه الجلسة، وأؤيد بأنه استضافة دكتور عماد كثيرا لأنه في استضافته فائدة كبيرة. شكرا لكم. شكرا لك دكتور أستاذ دكتور سعد التميمي، شكرا لك. تفضل دكتور عماد. بارك الله فيكم الفاضل الأستاذ الجليل دكتور سعد، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. أحيي السيادة عميد الكلية دكتور عدنان، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حضرتك طرحت أسئلة شديدة الأهمية، سأبدأ بآخرها. مسألة الكاتب ما يسمونه جوست رايتر أو الكاتب الخفي الكاتب الشبح، نحن نعرف أنه معظم الخطابات العمومية لا يصنعها من يسميه جوفمان صانع الحركة. يعني حين نشاهد مثلا إعلانا الشخص الذي ينطق بمزايا السلعة المروج لها ليس هو من كتبها ويسميه جوفمان صانع الحركة. لذلك نحتاج دوما في فهمنا أو في تحليلنا لإنشاء الخطاب إلى إطار أكثر تعقيدا، نميز فيه بين الشخص الذي يقول والشخص الذي يكتب والجماعات أو الأفراد أو المؤسسات التي هي الفاعل الأصلي، يعني هي صاحبة الإيديولوجيا وصاحبة المصالح. فلو أننا مثلا لنأخذ مثلا إعلان لشيبسي، مثلا الإعلان لبطاطس، حين يظهر لاعب الكرة أو تظهر الفنانة المشهورة لتعلن عنها، هي ليست إلا ما يسمونه آلة كلام صنع حركة. هناك مؤسسة أخرى وسيطة هي مؤسسة إنتاج الإعلان، تلك التي تقوم بالعمليات البلاغية. هنا هذه هي نقطة العمليات البلاغية، إنه سنختار هذه المفردة وليست تلك المفردة، هذه الصورة وليست تلك الصورة، هذه الاستعارة وليست تلك الاستعارة، هذه الرموز والأيقونات وليست تلك. لماذا؟ لأنها تريد أن تحقق مصالح الفاعل الأصلي، أي الشركة التي ترغب في ترويج منتجها، وليس في حزب ترويج المنتج، وإنما في صناعة هوية للمستهلك الخاص بها. وهذه خطورة خطابات الحياة اليومية، إن الإعلان لا يقدم دعاية لمنتج وإنما يصنع هوية للمستهلك وهكذا. هذا أمر مهم للغاية الأمر، لكن مما يقلل من مخاطر الكاتب الشبح في الإطار السياسي مثلا، هو أنه نحن عادة لا نهتم بالتحليل الأسلوبي. يعني ليست غايتنا هي أن نكتشف ما يسمى بالبصمة الأسلوبية للكاتب. لو أن هذه هي غايتنا يجب أن نتوقف. لذلك عندي موقف من أي نتائج تستمد من تحليل نصوص مكتوبة لاستخراج خصائص أسلوبية للكتاب للخطباء تحديدا. يعني لا يمكن أن أستند إلى نص خطبة مكتوبة مقروءة، يعني قراها قائلها،
لأخلص منها إلى خصائص أسلوبية، لأن هذه ليست الخصائص الأسلوبية للسياسي أو للفنان أو غيره أيا يكن الشخص الذي يقرأها، هذه الخصائص الأسلوبية لكاتبه الخفي. لذا لو شخصية السادات على سبيل المثال، وقد أنجزت الدكتوراه حول خطبه، الخطب المكتوبة يمكنني أن أميزها بعد عدة سنوات من الاشتغال عليها، أستطيع بعد قراءة أول فقرتين من أي خطاب أنا أقول هذا كتبه هيكل، هذا كتبه أحمد بهاء الدين، هذا كتبه محمد حسين الزيات، هذا كتبه موسى صبري، لأني أصبحت أعرف أساليبهم. أما إن أردت أن أعرف البصمة الهوية الأسلوبية له، إذا أذهب إلى خطبه المرتجلة هنا أجد السادات. فلذلك الفحص الأسلوبي للنصوص المكتوبة يجب أن نتحرز منه كثيرا. وممتن لهذه التساؤلات الكريمة الفاضل الكريم الصديق العزيز دكتور سعد، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك دكتور. السيد محمود ريان تفضل. محمود ريان أي فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. عرفنا بنفسك سيد محمود. حاضر يا فندم. محمود محمد ريان، مترجم لغة إنجليزية وباحث حاليا في مرحلة الدكتوراه جامعة المنوفية كلية الآداب مصر. مرحبا بك. حياكم. أولا أحيي الدكتور عماد وأسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وعمله، وأشكره كثيرا على ما أفدت منه في دراستي في مرحلة الماجستير وتحليل خطب السادات، كانت بعنوان إدراكية الاستعارة في نماذج مختارة بين الخطابين العربي والغربي في السياقين، أو بين السياقين العربي والغربي. أشكرك حد جزيلا يا دكتور، وسعيد بهذه المحاضرة الرائعة، وشكرا لجامعة العراق. سؤالي أو سؤالان هما بخصوص، أولا الفرق بين الخطاب والنص، أو العلاقة بين الخطاب والنص. هل الخطاب جزء منفصل عن النص، أم نعتبر أن الخطاب كل أو يعني هيكل عام يدخل النص من بعض أجزائه؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، حينما ذكرتم تحليل الخطاب، هل أنا كمحلل للخطاب أحياناً ألتزم بفرع معين من التحليل؟ يعني أقول مثلاً تحليل اجتماعي، تحليل نفسي، تحليل لغوي، أم أن تحليل الخطاب يجمع كل هذه العناصر في بوتقة واحدة، فيعني أدلف أحيانا إلى نفسية الكاتب، أدلف أحيانا إلى خبرات الكاتب أو صاحب الخطاب، أدلف أحيانا إلى تأثير الكلمة في المتلقي؟ وأخيرا أنا يعني أحيي اتجاه حضرتك يا أستاذنا الكبير في مسألة بلاغة الجمهور، وأسأل هل هذا علاقة بما يعني قاله جوناثان تشارترز أن المعرفة أو الوعي هو أول درجات التحرر، كما قال consciousness is the first step to emancipation، فهل حضرتك متبني نفس هذا الأمر، أن يعني حينما نعرف الجمهور بمخاطر الخطاب، هل هذا لتحرر الجمهور مما يعني يقصد إلى توجيهه إلى جهة معينة؟ أشكر حضرتك جزيلا، وأرجو أن يكون سؤالي واضح. رائع. شكرا جزيلا. دكتور وسام أجيب مباشرة؟ نعم دكتور تفضل. بارك الله فيك. الوقت. سعيد بالتعرف إليك، وأتطلع إلى قراءة الرسالة. حقيقة الموضوع طيب، وأنا عندي فصل في رسالة التي حول التصورات الاستعارية المفهومية في عند السادات، ومتشوق لقراءتها دكتور محمود. الأسئلة الثلاثة مهمة للغاية. السؤال المتعلق بالفرق التمييز بين الخطاب والنص هو راجع إلى الحقول المعرفية المختلفة. يعني لو أنا مثلا في تحليل المحادثة conversation analysis سيميزون بين الخطاب والنص استنادا إلى ما هو مكتوب في مقابل ما هو شفاهي verbal written. يعني الخطاب يصبح verbal ملفوظ، والنص يصبح ما هو مكتوب. في إطار تحليل الخطاب، النص هو وأيضا هناك وجهات نظر مختلفة فيه، لكن التصور الذي أتبناه هو أن النص هو الخطاب خارج السياق. يعني لو أن
مثلا الورقة التي أكتب عليها أسئلتك الكريمة الآن، هذه حين أسجل هو نص مكتوب، لكن حين أقوم بالتفاعل مع السؤال وأعيد تأويله وأعيد صياغته وأجيب عنه أصبح السؤال خطابا. فالتمييز بين النص والخطاب هو وضع النص هو الخطاب في غير الاستعمال، إن استعمل أصبح خطابا لم يعد نصا فحسب. الآيات القرآن الكريم في المصحف هي نص، حين أقوم بتأويلها وإنتاج معنى لها أصبحت خطابا، حيثما توجد ذات فاعل تدخل في علاقة إنتاج معنى للنص يصبح خطابا، لأنه ما سينتج ليس هو النص فحسب وإنما النص زائد عمليات إنتاج الخطاب. الأخت زينب عبد الكريم أغلق المايك رجاء. الأخت زينب عبد الكريم أغلق المايك. السؤال الثاني متعلق بالأبعاد المختلفة للخطاب، الأبعاد النفسية، اللغوية، الاجتماعية إلى آخره. في الحقيقة أنه في إطار التحليل الناقد للخطاب هم تجاوزوا هذه المسألة، لأنه لا يمكن أن ينجز تحليل الخطاب بمعزل عن عمليات إنشائه، عمليات تداوله، وهذه العمليات فيها ما هو اجتماعي، ما فيها ما هو نفسي. وبالأساس تحليل الخطاب ما يميزه عن غيره من المعارف التي تدرس الظواهر الاجتماعية أنه يستند إلى تحليل لغوي، فالتحليل اللغوي عنصر أساسي فيه. الملاحظة الأخيرة المتعلقة ببلاغة الجمهور، الوعي هو بالفعل بوابة التحرر وبوابة الفعل، وهذه العبارة ربما تعود إلى كانت بالمناسبة، وربما لو أنك رجعت إلى جذرها ربما تعود إلى كانت، إنه المعرفة هي بوابة التنوير، هي بوابة التحرر، بوابة التنور. فحين يعرف الفرد العادي كيف يميز بين خطاب يتحرك ضد مصالحه الحقيقية وخطاب آخر أمين، خطاب لا يتلاعب، لا يستعمل علاقات قهر مثلا إلى آخره، يمكنه ويعرف إمكانيات استجاباته، ما الإمكانيات التي لديه لكي يتعاطى مع هذا الخطاب، يمكنه في المستقبل أن ينتج ما أسميه استجابة بليغة، وهي التجلي لعملية الوعي والمعرفة بإمكانيات الاستجابة. رائع، شكرا جزيلا أستاذ دكتور محمود، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله المنصوري، تفضل دكتور أحمد. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لرئاسة جامعة البصرة وكلية تربية القرنة ورئاسة قسم اللغة العربية في هذه الكلية على هذا المغنم حقيقة وواقعا. وجود دكتور عماد عبد اللطيف بيننا هو مغنم للعلم والمتعلمين، فنحييه ونبارك له هذا الحضور الرائع. سؤالي لأستاذي جليل، لم نجد عرضا لنظريات تحليل الخطاب، فهل تمت نظرية واحدة أم أكثر؟ وما أقرب تلك النظريات لخطابنا العربي وأكثرها تطبيقا فيه، وبخاصة الخطاب القرآني، إذ لم نجد آليات أخرى غير فهم السياق والبنى اللغوية الموروثة، ومن ثم السياق اللغوي الداخلي من ضمائر وأفعال كلام وظروف إنتاج ذلك الخطاب؟ وهل تتبع القصدية في الخطاب هدف من تحليله؟ مع وافر الامتنان وعظيم التقدير لأستاذنا المحاضر، شكرا جزيلا. بارك الله فيكم، أكرمكم الله الفاضل الكريم الأستاذ الدكتور أحمد المنصوري، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا على كلماتكم الطيبة، وشكرا جزيلا على هذه الأسئلة القيمة في الحقيقة. التحليل للخطاب إطار معرفي تعمل في داخله، هو حقول معرفية فرعية، ويوجد أيضا أطر نظرية متنوعة
وأطر تحليلية متنوعة. فلذلك لو أنه مثلا حضرتك عدت إلى الهاند بوك حول الديسكورس أناليسز، طبعا كل عدة سنوات يصدر واحد منها أخرها أظن 2019، ستجد كم كبير من الخلفيات النظرية ومن أطر التحليل. سؤال حضرتك الثاني هو يعني سؤال شديد الأهمية، أنه لأنه يكشف على أنه ما يفيدنا هو ما يجيب عن أسئلتنا. سؤال حضرتك، إذا كانت هناك نظريات مختلفة وأطر تحليل مختلفة، فلو أننا نرغب في أن نقارب النص القرآني، هل من بينها ما يمكن أن يكون معينا لنا في مقاربته أم لا؟ هذا هو السؤال الثاني، وهو سؤال مهم للغاية. تقدير الشخصي أنه ما قدمه مفسر القرآن بدءا من أصحاب من أبي عبيدة من مجاز القرآن ومعانيه وإعجازه ومفسر القرآن وأصحاب أصول الأصول كتب الأصول أصول الفقه، ما قدموه من منجز منهجي في إجراءات التحليل في ربما يكون أسرى من معظم أطر التحليل التي تعاملت معها. لدينا إرث جبار من عمليات التحليل اللغوي حقيقة. هذا ليس 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 فيه أي يعني بشكل شخصي لا يمكن أن أوصف بأنني يعني شوفيني بالتأكيد يعني ليس فيه أي تعصب للعربية أو لهذا وصف شديد الدقة للتراث. التراث تحليل النصوص العربي ربما يكون الأثرى في تاريخ البشرية، ربما يكون الأثرى في تاريخ البشرية، وهذا مرتبط تحديدا بمحورية النص القرآني والحاجة إلى تطوير أدوات تحليل نصي متنوعة، إما للبرهنة على إعجازه البلاغي واللغوي أو لاستمداد الأحكام وفهم المقاصد وغيرها. لكن لم يعني التنظير لهذه الأدوات ووضعها في أطر كلية كبرى لم ينجز على النحو المأمول بعد. وأن حضرتك تطرح هذا السؤال هو أول مرة أواجهه في الحقيقة. أنا كنت أفكر في الإطار الذي أراه شديد الأهمية وهو إطار فيركلوف. إطار فيركلوف من الصعب تطويعه لمعالجة نص ديني. لذلك حين تحدثت إلي زميلة من الزميلات بشأن تطبيقها له على النص الديني، يعني كان سؤالي هو كيف؟ لأنه فهم أمور مثل عملية إنشاء الخطاب هذا المحور بأكمله لا يمكن، هذا يعني لا يمكن أن أمور مثل مثلا التلاعب هذا لا يمكن أن ندرسه، وهذه ظاهرة شديدة الأهمية. الأبعاد السلطوية للخطاب لا يمكن أن ندرسها باستعمال هذه الأدوات وهكذا. فإذا الأطر الراهنة في تحليل الخطاب هي مصممة لدراسة لغة البشر في الاستعمال اليومي، وليس ما يسمى باللغة المتعالية، اللغة الخطابات المتعالية أو ما يمكن تسميه ذلك الخطابات المقدسة التي لها شروط في التداول وشروط في التلقي وشروط في الدراسة مختلفة. في تقديري لدراسة إنه الأحرى بنا لو أننا نود أن نضع إطارا شاملا لتحليل النص القرآني، أن يكون هذا الإطار مأخوذا بشكل أساسي تطوير للمساهمات شديدة الأهمية التي تمت من القرن الثالث الهجري حتى وقتنا الراهن وربما حتى قبل ذلك. مسألة القصدية في الخطاب، نعم مبحث الانتنشن مبحث مربك لمحللي الخطاب. أنا أفضل بدلا من ذلك أن أدرس الوظائف بدلا من المقاصد للاستبعاد للتحرز من
الأمر المتعلق بنوايا الشخص وإنما فقط ما يسعى لإنجازه، بحيث أنه يدرس الظواهر الواضحة التي لا تحتاج إلى استبطان وإنما هناك معطيات ملموسة لها. شكرا جزيلا للفاضل الكريم دكتور أحمد، أعزكم الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم. الدكتور إبراهيم سعيد السيد تفضل. العزيز الكريم دكتور إبراهيم. دكتور إبراهيم سعيد موجود؟ يبدو أنه بعيد. أستاذ جبرائيل السامر تفضل. السلام عليكم وطاب صباحكم. أسعد الله صباحكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جبرائيل علاء السامر، شاعر وطالب في مرحلة الماجستير. بداية أتقدم بوافر الشكر للأستاذ الدكتور سعد الشاهين والأستاذ الدكتور عدنان سلطان وأستاذ الدكتور وسام المالكي على هذه الجهود المباركة والفرصة الثمينة للاستماع والتواصل مع رائد وعلم من أعلام البلاغة الحديثة في العالم العربي. شكرا لهذه الفرصة الثمينة أن نتحاور مباشرة مع الأستاذ الدكتور عماد عبد اللطيف بدل أن نقرأ كتبه عن بعد. أستاذ الفاضل، لدي سؤالان باختصار ولن أطيل. كما تعلم أستاذنا الفاضل، يرى فان دايك أن التحليل النقدي للخطاب يهدف إلى دراسة مظاهر الإيديولوجيا والتسلط والهيمنة من خلال الممارسة اللغوية في السياق الاجتماعي، أي دراسة الخطاب السياسي مثلا أو الديني أو الإشهاري. الخطاب الذي يستخدم اللغة ليس بمفهومها القديم التي هي وسيلة تواصل، وإنما بدراسة اللغة كهيمنة، كوسيلة من وسائل الهيمنة. في هذه الحالة، في الاستعمال النقدي للخطاب، التحليل النقدي للخطاب، هل يمكن للتحليل النقدي أن يدرس الخطاب الأدبي الجمالي الشعري مثلا على سبيل المثال، الذي يخلو من لغة هيمنة والذي يخلو من لغة إيديولوجيا، الذي يحمل مثلا المعرفي وليس الإيديولوجي كما يقول عبد الإله بلقزيز؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وهو محل إشكال كثير في الدراسات العربية، بين الأس المعرفي النظري لمفهوم التحليل النقدي للخطاب واللسانيات النقدية أو الأسلوبية الحديثة، فالمشتركات كثيرة بين المفهومين. مثلا التحليل النقدي للخطاب يركز على الملفوظات الفردية وكيف تكون تعبيرا عن ممارسات خطابية أيديولوجية، في حين مثلا أن اللسانيات النقدية تصب اهتمامها في كيفية تعبير نفس هذه الملفوظات عن استعارات تصورية. كلاهما ينظر إلى الاستعمال اللغوي بأنه يشكل الممارسة الاجتماعية كما يرى مثلا نورمان فيركلوف، أو هو رائد هذه النظرية. هل يمكن، السؤال هنا، هل يمكن أن تكون النتائج واحدة في كلا المفهومين، أو لأصيغ السؤال بصورة أوضح أو أهم، هل يمكن عدهما واحدا كما يذهب بعض الدارسين العرب، في حين مثلا يذهب بيتر ستوكويل أن هذه التوليفة تصح في مجال واحد، هو في دراسة النص السياسي الذي يوظف الاستراتيجيات الخطابية الاستعارية؟ شكرا لكم دكتور. بارك الله فيكم، ما شاء الله، شكرا، رائع رائع. شكرا جزيلا أستاذ جبرائيل، وأحييك على أسئلتك الدقيقة الواعية. أبدأ بالسؤال الأول، هل يمكن للتحليل الناقد للخطاب أن يدرس الأدب؟ نعم، يمكن أن يدرس الأدب، وسيطبق. لماذا يمكن أن يدرس الأدب بواسطة مفاهيم هي بالأساس تتعلق بالواقع الفعلي، بالحياة الاجتماعية؟ لأنه العلاقة بين العالم داخل النصوص الأدبية والعالم خارج النصوص الأدبية علاقة وثيقة، سواء كنت تتعامل معها بمفهوم محاكاة كلاسيكي أو بمفهوم انعكاس في النظرية الاجتماعية أو بمفهوم إعادة بناء وصياغة في النظريات البنائية إلى آخره. فأيا يكن المنطلق الفكري الذي أو المنطلق النظري الذي ستدرك به العلاقة بين الأدب والواقع، فهناك علاقة بين الأدب والواقع،
ومن ثم يمكنني أن أدرس مثلاً أشكال الهيمنة والاستبداد في الثلاثية نموذج الأب بواسطة التحليل الناقد للخطاب، لأنه السيد أحمد عبد الجواد هو يمكن أن يكون صورة ما تنميطية مثلاً لملايين السيد أحمد عبد الجواد الذين عاشوا في زمنه. فتحليلي لإساءة استعمال السلطة والعلاقات الهيمنة وعلاقات القهر في الرواية وتحليل لعالم شبيه عالم وثيق الصلة بالعالم الفعلي. وأنت تطرح سؤالك المهم جدا، تذكرت آخر كتبت دراسة منذ حوالي 8 شهور حول بلاغة الجمهور في عمل أدبي، وهي الدراسة الأولى التي أكتبها حول بلاغة الجمهور في مجموعة قصصية لكاتب قصة عظيم اسمه محمد المخزنجي، هذا كاتب يعني استثنائي. حللت فيها الاستجابة البليغة في مجموعاته القصصية، وصدرت التحليل بما ذكرته الآن، هو أنه بلاغة الجمهور كانت تشتغل على الحياتي واليومي على الخطابات الفعلية، لكن هذا البحث تحديدا يقدم مقترح آخر بأن ندرس الخطابات الأدبية بوصفها ذات صلة بالواقع، لا سيما الأعمال ذات الطبع الواقعي مثل المجموعة القصصية التي كنت أدرسها. فالإجابة نعم، إسنادا إلى التفسير الذي قدمته الآن. سؤال آخر حول العلاقة بين التحليل النقدي للخطاب واللسانات النقدية، وأظن أنه فيركلوف يعني أفاض في هذه المسألة إلى حد ما، وهو يدرك اللسانيات النقدية بوصفها أبا للتحليل النقدي للخطاب، ومن ثم يدرك التحليل النقدي، أنا سأستعمل ترجمة صحيحة، التحليل الناقد للخطاب يدركه بوصفه تطويرا للإنسانيات النقدية، ولا يرى أن ثمة تعارضا في غايات الدراسة ولا في وظائفها، وإنما تطوير بالأحرى نحو اقتراح إطار تحليلي أكثر شمولا من ذلك الذي قدمه كريس وفاولر وغيرهم ممن أسهموا في الإنسانيات النقدية في أواخر 70s القرن الماضي. رائع أستاذ جبرائيل، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم دكتور وليد مزهر. دكتور وليد مزهر، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير والمحبة. دكتور إبراهيم سنعود إليك، دكتور إبراهيم سنعود إليك إن شاء الله. دكتور وليد تفضل. نعم، صباح الخير والمحبة والمعرفة والأمان يا رب. شكرا لكم جامعة البصرة كلية التربية القرنة، السيد العميد دكتور وسام المحترم الذي يصلنا منك الجميل دائما. شكرا لجناب الدكتور عماد عبد اللطيف، شكرا أولا لمحبتك لنا. على فكرة أنت مقروء ومحبوب عندنا أكثر مما تعتقد، ربما أكثر مما تتخيل. الله يحفظك، يعني هذا فضلكم وكرمكم. وشكرا للبيان المعرفي العميق الذي قدمته لنا. وأنا بودي أن أشيد حتى في شكل المحاضرة التي قدمتها، هذا التنظيم والترتيب الذي يكون يمكن أن يكون درسا مفيدا لنا. تفضل أساتذتي الأعزاء بطرح الأسئلة التي أعددتها، لكن أريد أن أطرح سؤالا فيه بعض ربما الخروج عن المحور الذي نتحدث فيه في قضية التجنيس. جناب الدكتور العزيز، نحن نسمي تحليل الخطاب حقلا، أين نضعه في خريطة تجنيس الأدب العربي؟ نحن نجنس الأدب العربي شعرا ونثرا، ويكون هذان نوعان للأدب وجنسان لما تحتهما، المقامات، الرسائل، الخطب في النثر. الدكتور سعيد يقطين طرح تقسيم أكثر دقة ربما عندما قسم الأدب إلى شعر وخبر وحديث، لكن أين نضع تحليل الخطاب؟ هل هو اليوم نوع ضمن الأدب؟ وهل يشكل
خلخلة للنوع الأدبي إذا قلنا مثلا نريد أن ندرس الخطاب الديني في القرن الثالث أو الرابع مثلا الهجري، سندرس الخطبة وسندرس الشعر ولدينا أخبار ولدينا رسائل وما إلى ذلك. هذه الخلخلة في النوع كيف نجنس حقل تحليل الخطاب اليوم؟ أم نقول إنه حقل معرفي يعمل خاطر خارج إطار الجنس والنوع؟ هذا أولا، معذرة الاستثمار وجودك عندنا. بالنسبة إلى تحليل الخطاب، هو بالحقيقة اليوم فتح في عالم المعرفة، لكن دكتور هل جامعاتنا العربية بصورة عامة لديها إمكانيات لتخريج باحثين قادرين على إنجاز تحليلات في الخطاب؟ هل نحن بحاجة إلى تطوير الأكاديمية من ناحية الرؤية، من ناحية المنهج، من ناحية التحليل، خاصة وأن حقل تحليل الخطاب هو حقل لم ينجز بعد، حقل مستقبلي أكثر منه حقل أنجز وانتهينا منه؟ كيف تنظر إلى هذه المسألة؟ شكرا لك ولحضورك، وشكرا دكتور وسام، وآسف على الإطالة. أبداً، شكرا لكم، شكرا جزيلا للفاضل الكريم دكتور وليد، يعني بارك الله فيك، وممتن لكل كلمة كريمة تفضلت بها، شكرا جزيلا لك. لدينا سؤالان، السؤال الأول حول جنس تحليل الخطاب، هل يمكن أن يكون تحليل الخطاب الكتابات في تحليل الخطاب نوع؟ بالفعل، لكنها في هذه الحالة ستندرج ضمن أنواع قائمة ليست نوعا مستقلا بذاتها. فلو أنني أكتب تحليل الخطاب في شكل مقالة صحفية فستأخذ ستندرج في إطار مقال الصحفي، لو أنني أكتبه في شكل بحث في مجلة محكمة فلدينا نوع فرعي اسمه البحوث ذات تقاليدها الخاصة، العنوان، الملخص، الكلمات، المفاتيح، الخاتمة، عدد متراوح بين الكلمات، التقاليد التي تتعلق بالنوع كاملة موجودة فيها. لو أنا نكتبه في شكل رسالة علمية فالرسالة العلمية هي نوع كامل له تقاليده وله خصوصياته. فهي تحليل الخطاب ما ننجزه فيه معرفة علمية، بحث علمي يجب أن يتقيد بكل تقاليد وضوابط البحث العلمي، ويأخذ أشكالاً شديدة التنوع، قد يكون تعليقاً، قد يكون منشوراً على الفيس، قد يكون مقال في صحيفة، قد يكون فصل في كتاب، قد يكون كتاب كامل، قد يكون طروحة ماجستير أو دكتوراه، وبحسب الشكل الذي يتخذه يتقيد بتقاليد النوع الذي ينتمي إليه، سواء كان مقالة أو كتاب أو رسالة إلى آخرين. السؤال الثاني وهو شديد الأهمية في الحقيقة أيضاً، متعلق بمدى كفاية الجامعات العربية في تخريج محللين جيدين للخطاب. أنا أظن أنه الجامعات العربية في العالم العربي تشهد تطوراً متسارعاً و يعني ملحوظاً، سواء في عدد الدارسين أو في توافر المكتبات الإلكترونية، باحثي هذا الزمان محظوظون في الحقيقة. يعني محاضرة مثل هذه قبل عدة سنوات كانت تتطلب أن أكون موجودا بينكم في البصرة، كنت سأكون سعيدا جدا جدا، ليت الزمن يعود يعني لكن تتطلب استعدادات أخرى، ظروف أخرى، إمكانيات أخرى. الحمد لله أن بإمكان الآن توفير احتياجات الباحثين بسهولة، لكن هناك مشكلات. هناك مشكلات تتعلق أولاً بوجود كم هائل من البحوث غير الجيدة للأسف الشديد، لأنه عمليات الضبط، عمليات التحكيم، المراجعة لا تجرى على نحو جيد. نحتاج أيضا إلى معرفة أكثر بالمنجز الغربي بلغته الأصلية، ليس عبر الترجمة. الترجمة في كثير من الأحيان قد تكون مشوهة، وأنا عانيت كثيرا جدا من ترجمات قبل أن أختار أنه أنا
ساعتمد بشكل اساسي، سعى لتوفير بعض الكتب الاساسيه في تحليل الخطاب لكي تمكن الباحثين من ذلك. ولدينا الان الحمد لله في اطار التحليل ناقد الخطاب تحديدا كم كبير من البحوث، بعضها انجزه اساتذه كبار مثل الدكتور محمد عناني، بعضها قمت به وقام به اخرون، يعني الحمد لله. فالجامعه هي استاذ حريص على قيمه المعرفه، حريص على النزاهه، يعلي من قدر مسؤوليته تجاه طالبه، وطالب يحب المعرفه و يضعها فوق كل شيء آخر. إن تحقق هذا تحقق كل ما نصب إليه في جامعاتنا. بارك الله فيكم دكتور وليد، شكرا جزيلا لكم. عذرا دكتور عماد، أضيف معلومة لأخي العزيز دكتور وليد مزهر، أننا في قسم اللغة العربية في القرنة إن شاء الله عندنا موضوع قيد التسجيل في دراسة الخطاب الإسلامي السياسي في ضوء اللسانيات النقدية، وأدخلنا أستاذنا الدكتور عماد مشرفا. ليه شرف. والرسالة ستكون بإشرافي وتنفيذ طالبنا الجميل جبران، وإن شاء الله أنا وطالبي سنكون تلاميذ عند الدكتور عماد. أبدا يعني نحن نتعاون إخوة ونتعلم منكم بكل تأكيد. حفظنا الله. دكتور إبراهيم سعيد السيد، إذا كنت تسمعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عرف بنفسك دكتور إبراهيم. نعم تفضل. أسعد الله صباحكم بكل خير. إبراهيم سعيد السيد، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي المساعد بجامعة القاهرة بكلية دار العلوم، وكذلك بجامعة جازان بالمملكة العربية السعودية الآن، وصديقي العزيز ورفيق دربي. حياكم الله. الله يحفظك. طبعا الشكر الجزيل لجامعة البصرة على هذه الاستضافة العلمية الماتعة التي دائما ما تتحفنا بها من حين لآخر، والشكر الجزيل للعالم الجليل والصديق الحبيب الدكتور عماد عبد اللطيف على هذه المحاضرة القيمة في الحقيقة، التي تفتح لنا آفاقا معرفية كثيرة، وربما كنا نفكر في بعض المشاريع العلمية التي هو يفض مغاليقها الآن ويفتح لنا أبوابها. في الحقيقة عندي مداخلتان، المداخلة الأولى متعلقة بموضوع المحاضرة، والمداخلة الأخرى متعلقة ببعض الأطروحات العلمية التي تفضل بطرحها دكتور عماد في المداخلة. المداخلة الأولى تتعلق بموضوع المحاضرة، والدكتور جزيلا له الشكر الجزيل جاء خطابه منظما في أفكار، ومن أهمها من وجهة نظري النقطتان الأوليان، النقطة الأولى تعريف الخطاب، والنقطة الثانية عرض لإطار التحليل. أنا أثمن الفكرة التي ذكرها الدكتور عماد فيما يتصل بخصوصية الخطاب العربي، وفي الحقيقة هذه نقطة في منتهى الأهمية، ربما مر عليها الدكتور عماد سريعا بسبب ضيق الوقت، لكن في الحقيقة هي في غاية الأهمية. وربما أعود أنا لطرح بعض الأفكار في هذه المداخلة من كتاب الدكتور عماد نفسه، وفي كتابه البلاغة والتواصل عبر الثقافات، وقمت بعقد ندوة علمية في جامعة جازان حول هذا الكتاب، وكان لها حضور جيد. الشاهد أن هذا الكتاب يتبنى فرضية أنه من الممكن تفعيل التواصل الفردي والمؤسسي بين العرب وغيرهم، وبخاصة من خلال تناول أو التبئير حول فكرة الإشكاليات المتعلقة بأبعاد التواصل اللغوية والبلاغية بين اللغتين أو بين العربية وغيرها، ووضع يده على أنه من الممكن كذلك تشخيص المشكلات اللغوية والبلاغية التي تعوق التواصل بين العرب وغيرهم، ووضع في هذا الكتاب تأسيساً نظرياً لبعض أوجه الشبه والاختلاف بين العربية وغيرها. طرح الدكتور عماد عدة نظريات في هذا الكتاب، وبخاصة نظرية النسبية اللغوية ونظرية الكونية اللغوية، لا داعي للإطالة فيها، لكن أخذ مثالاً واحداً فقط للتدليل على فكرة خصوصية الخطاب. الدكتور عماد لما طبق الأفكار طبقها على مجموعة من المباحث، منها الحجاج ومنها التكرار وغيرها، ففي على سبيل المثال مثلا في التكرار يخلص المؤلف الكتاب إلى أنه لا تخلو لغة من اللغات من مسألة التكرار، لكن الاختلاف بيكون في فهم هذا التكرار وفهم ما يحمله من شحنات إيجابية أو سلبية،
وفهم القيمة الحقيقية له أو القيمة الثقافية له. يرى أن الثقافة العربية تعطي للتكرار ميزة كبيرة لأنه مرتبط بالحفظ والتذكر وبخاصة في النصوص الدينية، وأن هذا التكرار له خاصية واسعة في واسعة الانتشار في الثقافة العربية، بخلاف الغرب. الغرب هذا التكرار عندهم ربما يعتبر إهدارا للوقت، ربما يرون فيه مجرد بلاغة لا ترتاح لها الثقافة الغربية بدرجة كبيرة، لا ترتاح للكلام المنمق الجميل، بل إنها تضع البلاغة في حالة تناقض مع الواقع أو الحقيقة إذا شاعت المسألة هذه، ويضع يده على مثل هذه المفاصل الجوهرية في الحقيقة، وهي مفاصل لغوية وبلاغية في مسألة خصوصيات الخطابين، الخطاب العربي والخطاب الآخر بناء على اختلاف اللغات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية متعلقة بالطروح العلمية التي طرحها الدكتور عماد، وربما إن شاء الله نسعد بقراءتها سريعا، وهي فكرة البحث الذي يقوم بتصنيفه الآن وتأليفه، وأنا سمعته منه لأول وهلة. الدكتور عماد صديق وحبيب، ودائما ما تجمعنا لقاءات ماتعة ويسمح لنا بالاختلاف أيضا معه. في مسألة الدكتور حضرتك تفضلت به الآن، المعايير التي وضعها القزويني للبلاغة العربية، وترى أنه ربما تكون مجحفة بمسألة البلاغة بشكل عام، وبخاصة في الخطابات المعاصرة كالخطاب العامية أو ما إلى ذلك. وفي الحقيقة أطرح سؤالا ربما ظاهره الاختلاف وباطنه الاستفهام. هل تعتقد دكتور أن يعني إذا حاكمنا فكر القزويني والبلاغة العربية حتى بالمبدأ الذي تفضلت بذكره الآن، وهو في مسألة فهم السياق في تحليل الخطاب، وهو أننا لا نستطيع أن ندرك شيئا إن جزأنا إدراكنا له، وكذلك ما تفضلت به من أنه لابد من فهم شمولي لسياق الإنتاج وسياق التداول والتأثير في السياق وزمن الخطاب والاستجابات المتعلقة به، لعلك تعلم أنني من المتعصبين للبلاغة العربية، وممن يرون أن لها خصوصية خاصة تفصلها عن سائر الخطابات، سائر البلاغات مع تعددها واشتباكها مع الخطابات المتنوعة وما إلى ذلك. ربما البلاغة العربية تنطلق من فكرة اختلاف درجات الكلام أو تنوع طبقات البلاغة، وهي فكرة جوهرية في الفكر البلاغي العربي، والتي بني عليها بعد ذلك كثير من التصورات التي هي خاصة بالبلاغة العربية. فمسألة التأثير التي ربما إن توافرت في خطاب من خطابات العامية، فيفضل كما يقول النقد علماء النقد الثقافي، يفضل على كثير من الخطابات الفصحى لأنها لا تملك التأثير نفسه، فربما هذه أعتقد بوجهة نظري أنها محاكمة مجحفة، لأن التأثير وحده ليس هو الحكم في مسألة الحكم بالبلاغة على نص من النصوص. وإلا فمثلا إذا قارنا كما تفضلت نص صلاح جاهين أو نكتة شعبية بحديث نبوي، ربما انغلقت بعض ألفاظه على العوام وفقد نفس التأثير الذي هو للنكتة أو للقصيدة العامية أو ما إلى ذلك. هل نقول إن النكتة أو كذا فاقت الحديث النبوي؟ فإذا ما جئنا لسورة من القرآنية مثلا، ولتكن سورة والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، وألفاظها تحتاج إلى شيء من العودة إلى التفسير وفهم مراد منها، هل نقول إنها هذا الخطاب العامي لا يعني بسبب التأثير ربما يملك بلاغة ليست في الخطابات الفصحى؟ يعني أعتقد أن البلاغة العربية لها خصوصية خاصة متعلقة بأنها منطلقة من طبيعة اللغة العربية، من طبيعة نشدان النموذج والمثال، من طبيعة أنها بلاغة قرآنية ونشأت في حضن الدراسات القرآنية. فيعني أود منك الإضاءة حولها، وسامحني في التعصب لمسألة البلاغة، وأنت تعرف أن معظم أبحاثي وكتبي تدور في هذا الفلك. والشكر الجزيل لك على هذه المحاضرة الماتعة، وكذلك للإخوة الأحباب في العراق والجامعة البلد. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيكم. شكرا لحضرتك دكتور إبراهيم الصديق العزيز. أظن أننا لسنا مختلفين. يعني هذا التقدير الذي أعرفه أنك تعطيه للبلاغة العربية هو تقدير مشترك، وأنا أقف معك تماما في أن القرآن الكريم له دور كبير
في نشأة البلاغة وفي توجيهها على النحو إلى الصيغة التي أخذتها. وأنا فقط يعني سأقول أين نقطة التأثير. أهمية التأثير ليست في أنه معيار للقيمة البلاغية، وإن كانها يعني لم أقصد هذا بكل تأكيد، أنا فقط أشير إلى التأثير استنادا إلى فيما يتعلق تحديدا بجدول دراسة جدارة هذه الخطابات بأن تدرس. فأقول إنه الاهتمام البحثي بخطابات الحياة اليومية واسعة الانتشار وشديدة التأثير مهم، ربما يكون أكثر أهمية من خطابات أخرى أقل بكثير جدا جدا من درجة تأثيرها. فأنا هنا معيار التأثير ليس معيارا للحكم بالقيمة البلاغية، وإنما هو فقط موجه للباحثين إنه لو، وهذه تبدو بالنسبة لي أمرا منطقيا حين أنظر إلى معلقة وأنظر إلى خطابات الحياة اليومية، أرى أنه هناك تفاوت كبير في الاهتمام البحثي بالأمرين بين خطابات الحياة اليومية التي لا تكاد تحظى باهتمام بحثي على الرغم من أنها تشكل وعينا وإدراكنا بالعالم وتصوغ ذائقتنا الجمالية فيه، وبين نصوص أخرى نادرا ما تتداول خارج قاعات الدرس ومع ذلك تحظى تستأثر بنصيب الأسد من البحوث العلمية. فأنا متفق معك تماما يا صديقي العزيز إنه الشيوع والانتشار والتأثير ليس هو محدد القيمة البلاغية، وإنما فقط الأمر متصل بتوزيع الجهود البحثية لو بدقة. ومن ثم فأنا متفق معك أيضا على إنه النصوص المقدسة لها نمطها البلاغي الخاص، لها خصوصياتها البلاغية. وربما كان نقاشي مع الأستاذ الفاضل دكتور سعد أشار إلى ذلك أيضا. فنحن متفقان، كل ما في الأمر هو أنني أحاول أن أدعو لتوجيه جزء من الاهتمام البحثي للخطابات المتداولة يوميا الواسعة التأثير في شرائح هائلة من البشر، ولا يعني ذلك أي إعطاء هذه الخطابات أي تقييم أعلى من غيرها. التقييم يأتي بعد فحصها. فأنا مثلا حين أشير إلى رباعيات صلاح جاهين، أنا أشير إليها ليس استنادا فحسب إلى درجة شيوعها وانتشارها، وإنما إلى أنها بالفعل نصوص بليغة. لو أننا نظرنا إلى البلاغة بوصفها تخييلا وإيقاعا، وهي نصوص بليغة بكل تأكيد، نصوص بليغة كونها مكتوبة بالعامية لا صلة له بكونها بليغة، لأنه منذ نشأة البلاغة العامة في حياتهم اليومية، الفكرة التي أطرحها في بحثي ماذا هي، أنه لحظة تأسيس البلاغة العربية هي لحظة اتحاد وانصهار بين الفصحى، بين البلاغي واليومي، بين البلاغي والحياتي، حيث الفصحى هي اللغة المستعملة في الحياة اليومية. ومن ثم تقييمنا للوصايا والوعظ والخطب وإلى آخره في ذلك الوقت هو تقدير لخطابات الحياة اليومية في ذلك الوقت. هذه كانت خطاباتهم اليومية. في الشخص يلقي خطبة في زواج، وخطبة في صلح بين متخاصمين، وخطبة في طقوس، وهذه حياة يومية. فإذا حين أشير إلى ضرورة إيلاء البلاغة الشعبية قدر من الاهتمام، هذا ناتج إلى أنه البلاغة الشعبية كانت تحظى باهتمام هائل وبتقدير عالي جدا فترة نشأة البلاغة. ما ندركه الآن بوصف بلاغة كلاسيكية يوما ما كان بلاغة شعبية. هذه نقطة باختصار. فالعامية ليست مانعا يحول دون وصف خطاب ما بأنه بليغ،
لأنه البلاغة سواء كانت جمالاً للقول أو إقناعاً أو تأثيراً في النفوس تتحقق بالعامية وغير العامية. أما خصوصية النصوص المقدسة فهذا أمر لا مجال للشك فيه. والدعوة لدراسة الخطابات العمومية سواء كانت بليغة أو غير بليغة أمر أيضاً مرتبط تحديداً بالحاجة إلى فهم كيف تفعل اللغة في حياتنا، وهذا توجيه للباحثين وليس حكما بالقيمة على الخطابات. وأنا ممتن لك العزيز دكتور إبراهيم على الأمثلة الطيبة التي قدمتها لاختلاف بلاغة العربية عن غيرها من اللغات، وهذا يحتاج إلى وعي حقيقة، يحتاج إلى تنبه وتيقظ طوال الوقت أثناء استعمالنا لأي إطار تحليلي، أن نعي خصوصية اللغة كما تفضلتم وقدمتم من أمثلة. وأنا ممتن لجهودك العلمية الأصيلة، ممتن لمحبتك دكتور إبراهيم، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لكم وللجميع. الإخوة، أنبه على مسألة حتى لا يفوتنا الوقت، أنبه على تركيز السؤال. نعم، هو تبقى فقط 4 دقائق أليس كذلك؟ نعم. الدكتور منذر الموسوي، تفضل دكتور منذر إذا كنت تسمعني. دكتور منذر، الأستاذ أمجد محمد رضا. السلام عليكم سيدات والسادة، الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بالأستاذ الدكتور إيمان عبد اللطيف. و في حقيقة الأمر كنا نتمنى لو أن هذا اللقاء كان يحصل قبل 6 أو 7 سنوات في رحلتنا مع أستاذنا الدكتور صلاح حسن حاوي في مرحلة الماجستير والدكتورة. وهنا أريد أن أشير إلى مسألة مهمة أو أستفهم عن موضوع مهم. ونعلم بأن البلاغة الجديدة يراد بها بحسب بيرلمان وبيركلر أنها مجموعة من التقنيات التي تعطى للخطيب والمتلقي، وتؤدي هذه التقنيات طبعا دورها بحسب من أعطيت له. وأشار بيرلمان وبيركلر إلى أن هذه العينات أو أن العينات المدروسة هي العينات الموجهة إلى الجمهور بشكل مباشر. طيب، نحن نرى في الآونة الأخيرة ظهرت مجموعة من الدراسات تطبق أو تعنى بتحليل الخطاب الروائي. هذه الدراسات تعنى بتحليل الخطاب الروائي. بحسب رأيك دكتور، ما مدى نجاعة هذا الأمر؟ وإن كان هذا الأمر ناجحاً وناجعاً، أي المنهج هو أقرب لهذه الدراسة؟ وشكراً لكم لإتاحتكم هذه الفرصة. شكراً جزيلاً، بارك الله فيكم. وإن شاء الله بإذن الله يجمعنا هذا اللقاء مع العزيز دكتور صلاح ومعكم، وأنا متشوق فعلاً لزيارة العراق والتجوال اللي بينكم. مرحباً بك على الدوام. مرحباً بك على الدوام. الله يحفظك. جميل. أنا هذا السؤال، لدينا سؤالان. السؤال الأول حول البلاغة الجديدة عند بيرلمان، يجب أن نكون واضحين تماما، ويجب أن يكون هذا يعني مسألة. البلاغة الجديدة عند بيرلمان ليست البلاغة الجديدة. البلاغة الجديدة عند بيرلمان عنوان لكتاب يدرس المنطق الشكلي بشكل أساسي، فهو ليس. فإذا يجب أن نميز بين توجه ينطوي على يعني حركة تنطوي على توجهات كثيرة، هي حركة البلاغة الجديدة التي يمكن أن يدرج فيها البلاغة الرقمية والبلاغة المرئية والبلاغة النقدية وبلاغة الجمهور والبلاغة العامة وغيرها، وبين كتاب في تقدير الشخص أنه محدود القيمة جرى تسويقه وترويجه والدعوة له. أنا لا أفهم في الحقيقة، يعني وأنا أتحدث مع الأشقاء في المغرب العربي وأكاد يعني لا أفهم مدى أهمية، لماذا هذا الاهتمام به، على الرغم من أنه ليس كتابا في البلاغة بالمعنى الحرفي، ثم أنه الدراسات الإسهام في دراسات الحجاج أقل من إسهامات أخرى
كثيرة شديدة الأهمية راهنة وأكثر تطوراً مثل فان أميرن، مدرسة فان أميرن وغيرها. فإذا يعني لندع بيرلمان جانباً، وقبل 6 سنوات في محاضرة في المملكة المغربية قلت أنا لبيرلمان أن يستريح حقيقة، يعني أنا لبيرلمان أن يستريح ويريحنا، يعني هذه مسألة مهمة. الكتاب ليس في البلاغة أصلاً، الكتاب في الحجر الشكلية في المنطق الشكلي. ننطلق إلى السؤال الآخر، وهو هل من الممكن دراسة الرواية بواسطة أدوات تحليل الخطاب؟ الإجابة نعم، وهذا سؤال وثيق الصلة بالسؤال الجميل الآخر حول دراسة السرد. نعم، لأن الرواية عالم مشابه لعالم الواقع، فيمكن إجراء تفعيل أدوات تحليل الخطاب في معالجة الأعمال الروائية. بارك الله فيكم أخي، وإن شاء الله نلتقي على خير. ويعني أنا سعيد جدا جدا بهذه الأسئلة الطيبة الكريمة، وكلها أسئلة مهمة للغاية. سعدنا. شكرا لكم. الأخت بتول نعمة علي، تفضلي. الأخت بتول، كان هذا آخر سؤال ليس كذلك؟ تكون آخر المتداخلين إن شاء الله. نعم إن شاء الله. آخر المتداخلين. أتعبناك كثيرا دكتور، أتعبناك. لا لا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، مرحبا وسهلا. أتعبناك وأتعفتنا. الله يحفظك. كنتم متعبون ف لا إشكال. لا دكتور بتول، لي الشرف، أهلا وسهلا. الله عرفي بنفسك ست بتول، عرفي بنفسك. أنا بتول نعم الموسوي، حصل على الماجستير في النقد الأدبي القديم جامعة البصرة، الآن طالبة دكتوراه، على وشك أن أنتهي من تطبيق أدوات وميكانيزمات الميتاسرد في النص الشعري الجاهلي. تحيتي مشنفة بالجمال كجمال ابتسامتك دكتور عماد، وشكر متشح بالتبجيل والاحترام إلى رئاسة جامعتي وإلى دكتور الأستاذ عدنان سلطان وإلى الصديق دكتور وسام. حييتم بتحايا جميلة كجمال حضوركم، وأتشرف بأن أطرح نقاشي أو سؤالي على مسامعكم. دكتور عماد، اتساع الدراسات الآن وتعدد النقاد والدارسين واجتراح الأدوات، بالإضافة يقابلها يعني يقابل هذا الأمر تعدد النصوص وتداخلها فيما بينها، فجعلت النصوص السردية والشعرية النصوص أو الخطابات الإعلامية كلها تحمل خطاب، حتى لوحات الرسم وإشارات المرور، حتى لوحات المحال التي نشاهدها في الطرقات تحمل خطاب معين وتحمل رسالة معينة يسعى المبدع في إيصالها للمتلقي من أجل إقناعه. إقناعه كيف؟ بإبداعه. السؤال الأول، في ظل هذا التنوع وهذا الاتساع في الدراسات، هل كل هذه الخطابات، هل كل هذا الإبداع بميكانيزماته بأنساقه بثيماته اللي يحملها يحلل بأطر وتقنيات وأدوات تحليل خطاب واحدة، أم هناك اجتراحات في هذه الأدوات لكل نص؟ هذه قضية. إذا كان هناك اجتراحات، ما هي برأيكم ما هي أفضل الاجتراحات اللي ممكن أطبقها بين السرد والشعر، بعيدا عن كون السرد أو الشعر يحمل يعني نفس الأدوات، يعني كون الشعر يحمل قصة شخصيات حوار زمان مكان، بعيدا عن هذا الأمر، ما هي أفضل الاجتراحات اللي ممكن أجترحها على النص الشعري بأدوات سردية وأطبق بين الأمرين؟ شكرا لحضرتكم وشكرا لاستماعكم، أعتذر عن الإطالة، أشكر استماعكم جدا أخوتي الأعزاء. بارك الله فيكم دكتورة بتول الموسوي، أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا على سؤالك الكريم. نعم، يجب أن تكون هناك خصوصية لأطر التحليل، استنادا إلى النوع، استنادا إلى وسط التداول، استنادا إلى اللغة، استنادا إلى طبيعة السؤال البحثي الذي أسعى إليه. فلو أنني سأستعمل تشبيها دكتورة بتول، سأفترض أنني هناك أنني أود أن أبني شيئا ما
أدخل إلى مستودع كبير لأحصل من الأدوات على ما يمكنني من بناء هذا الشيء. لو أنني أود أن أبني بناء من القوالب الطوب غير الأدوات التي ستحتاج إليها تختلف عن تلك الأدوات التي سأحتاج إليها لو أنني أود أن أبني كوخا خشبيا أو بناء من الصفائح المعدنية إلى آخره. لأنه كل خطاب يحتاج إلى أدوات خاصة به، هذه الأدوات يحددها بشكل أساسي. السؤال الذي أسعى للإجابة عنه، الغاية التي أستهدفها من تحليلي، نوع النص المحلل، لغته إلى آخره. فمعك حق تماما، لكل خطاب أدوات تحليلي الخاصة، لذا لا يمكن أن أستعمل إطارا موحدا على الكل، يجب أن أجري تغييرات وتعديلات عليه. وإن كان هناك أطر عامة فهي أطر عامة تحدد خطوات أو مراحل أو ظواهر إلى آخره، لكننا لكي نطبقها عليه على أي خطاب يجب أن نكيفها ونهيئها لتكون قادرة على التعاطي معه. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، وممتن لكل الأسئلة الكريمة وللحضور الكرام على هذا الإصرار. أنا وعدتك أن أختم لكنني لا أستطيع الختام، والأخ ياسين جامع يرفع يده، ستكون اليد الأخيرة إن شاء الله في هذا اللقاء. تفضل أستاذ ياسين إذا كان عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طالب ياسين جامع، طالب باحث في سلك الماستر في جامعة السلطان مولاي سليمان في المغرب. لدي، نعتذر لأستاذنا على الإطالة، ربما لم نستطيع الحضور منذ بداية المحاضرة نظرا لفرق التوقيت. نرجو إذا كان هناك تسجيل للمحاضرة كاملة بثها في رابط أوفر. سؤالي حول شيوع إن شاء الله المحاضرة تسجل وتحليل الخطأ. نعم، سؤالي محاضرة إن شاء الله. نعم نعم، تفضل أستاذ ياسين. سؤالي حول شيوع النظرة التجزئية للعلوم في تحليل الخطأ، مثلا نجد دراسة بلاغية لنص ما أو خطاب ما، كما قد نجد دراسة صرفية أو صوتية أو بأي عالم من العلوم. السؤال هو، هل يمكن الارتكان إلى علم واحد أو علمين في تحليل الخطاب؟ شكرا لكم. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا أستاذ ياسين، شكرا جزيلا لك، وأهلا وسهلا بك من المغرب الشقيق. النظرة تحليل الخطاب ما يميزه هو أنه يدرس اللغة في حال استعمالها، فمن ثم هو بطبيعته حقل متنوع ومتعدد التخصصات. لا يمكن أن أقصر اهتمامي فيه على فرع معرفي بعينه، فإن جرى هذا فلم يعد تحليلا للخطاب. لو أنني مثلا أدرس مثلا البنى الصرفية في خطاب ما فقط، هذا ليس تحليلا للخطاب، وإنما يجب أن أدرس هذه البنى في علاقاتها بمقاصد بوظائف الخطاب وفي علاقاتها بآثار الخطاب، فيجب أن أخرج من دائرة الصرفي إلى دائرة التحليل. التحليل أشمل، اجتماعي ونفسي وحسب موضوع الخطاب أيضا سياسي أو اقتصادي إلى آخره. فمن حسن الحظ أنه في إطار تحليل الخطاب لا يمكن أن تشيع نظرة تجزئية، وإلا لا فقدنا هويته، أفقدناه هويته لو أننا فعلنا ذلك. كل الشكر والتقدير دكتور ياسين، وأهلا وسهلا بك. كل الشكر والتقدير لكم دكتور عماد، للإخوة الحاضرين، الأستاذ الدكتور عدنان سلطان. إذا تسمح لي دكتور وسام ثواني بس. عميد كليتنا، تفضل دكتور، شنفنا وشنفنا. مرحبا بكم دكتورنا الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير إلى السيد الدكتور عماد عبد اللطيف على وجوده معنا اليوم. الحقيقة كانت لنا فائدة كبيرة جدا من محاضرته القيمة، وأيضا
تعلمنا منه الكثير على سعة صدره وابتسامته الجميلة في ردوده على المتداخلين، وهذا يدل على أنه أبناء النيل هم الأساس في اللغة العربية وفي تعلمها وتعليمها. نتعلم منكم، نتشرف بكم بيننا، ونتمنى في لقاء قريب أن تكون بين أخوتك وبين أحبائك في العراق في البصرة وفي كلية التربية القرنة على وجه الخصوص. لي الشرف الأستاذ الفاضل الكريم الأستاذ الدكتور عدنان سلطان عميد الكلية، لي الشرف بحضوركم ولي الشرف بهذا التعليق الكريم، وإن شاء الله بإذن الله تجمعنا لقاءات أخرى. وأنا ممتن لهذا النشاط الرائع الكريم في الحقيقة، يعني ما شاء الله حسن التنظيم والحضور الكرام شيء رائع مشرف، أحييكم عليه دكتورنا الفاضل. أنت تستحق الكثير دكتور، شكرا لحضرتك مرة أخرى، وشكرا لكل الأساتذة المتداخلين الذين شرفونا بحضورهم. حفظكم الله ورعاكم، كل التقدير والاحترام. نعم دكتور وسام، تفضل الكلمة لحضرتك. شكرا للأستاذ الدكتور عدنان سلطان عميد كلية التربية في القرنة، شكرا لجامعة البصرة، شكرا لأستاذنا دكتور عماد وللأخوة الدكتور سعد التميمي، للأخوة الحضور من المغرب من مصر العربية من جامعاتنا العراقية لطلبتنا حقيقة في مسك ختامها. أقول قد مر المتنبي يوما على شعب بوان، مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، وأجد بأنني بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن أعارض المتنبي العظيم ولكن الفتى العربي فيها. أقول جميل جميل الوجه واليد واللسان بحضور دكتور عماد وحضور السادة الأفاضل، شكر الله سعيكم ووجودكم وحضوركم. أتمنى أن لا أكون أو نكون قد قصرنا بحقكم، وإن شاء الله ودكتور عدنان يسمعني لا تكون المحاضرة الأخيرة بل تكون أول الغيث وأول الغيث قطرة كما يقولون إن شاء الله. سلام شاء الله عليكم في المبتدأ إن شاء الله بإذن الله. سلام عليكم في المبتدأ.